بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية أرحب بالحضور الكريم كل باسمه وصفته. سعيدة جدا أن أقدم هذه الندوة العلمية الدولية، فالشكر موصول إلى رئيس المركز الديمقراطي العربي الذي يتيح أكيد أمام الباحثين والدكاترة الكرام فرصة المشاركة في الندوات والمؤتمرات الدولية. إذن في هذه الندوة المعنونة بالهجرة بين المغرب وإسبانيا، الأسباب والتحديات. كما هو معلوم أن الهجرة ظاهرة اجتماعية قديمة، فهي منتشرة في جميع دول العالم، حيث تتباين من دولة إلى أخرى ولا تخلو أي دولة من انعكاساتها، إذ شهدت في الآونة الأخيرة انتشارا واسعا، كما أن الموضوع يشغل بال العديد من الشباب من كلا الجنسين. فأصبحت هذه الظاهرة تثير قلق الدول، وهذا ما أدى إلى اتخاذ عدة إجراءات خاصة من الدول المستقبلة، خوفا أكيد من انتكاسات اقتصادية اجتماعية سياسية إلى غير ذلك. وللموضوع أسباب عدة وعوامل داخلية وخارجية تتعلق بالدول التي يتم منها الهجرة وإليها، وكذلك عوامل ذاتية تختلف من مهاجر إلى آخر. فتهدف هذه الندوة العلمية إلى تسليط الضوء على ظاهرة الهجرة من المغرب إلى إسبانيا. فالهجرة السرية من المغرب إلى إسبانيا ظاهرة معقدة تعكس أكيد العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية. فلمناقشة هذا الموضوع أكيد يحضر معنا في هذا اللقاء العديد من الخبراء، سواء من داخل المغرب أو من خارجه، من المغرب أو من إسبانيا. فأول متدخل سيكون معنا في هذا اللقاء وهو بيدرو. دكتور بيدرو يقوم بنشاط سياسي واقتصادي اجتماعي كبير من خلال تبادل العلاقات بين الجنسيات داخل إسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي، وخاصة مع دول البحر الأبيض المتوسط، حيث كان وما زال لتأثير الثقافة والتاريخ الأندلسي دور كبير. يعمل حاليا على تأسيس مؤسسة اجتماعية جديدة لتوفير حلول بديلة لمشكلة الهجرة التي يعاني منها منطقة البحر الأبيض المتوسط. يعمل كمبرمج حاسوب وأستاذ في التصميم جرافيكي وصحفي متخصص في الفن. جمع بين مهنته والإبداع الفني والأدبي ككاتب وشاعر وكاتب مسرحي. ألف العديد من الأعمال منذ عام 2012. أصبح محررا ومديرا لمجلة هارا أفريكا، وهو عضو في الجمعية الإسبانية للصحفيين واتحاد الصحفيين، وكذلك عضو في الجمعية الإسبانية للصحفيين الغذائيين. يشغل عدة مناصب شرفية، منها مندوب في الأندلس لمؤسسة 100 مدينة من أجل السلام، سفير في الأندلس للتحالف العالمي الخيري، وحائز على وسام السلام جولدن بيس مارك لمساهمته في السلام، حائز على تكريم من المجلس العالمي للتسامح والسلام، رئيس مؤسسة راس لبيليكاس، نائب رئيس ومؤسس ومشارك لعدة مؤسسات، رئيس مؤسسة طارق بن زيد للتعاون الإسباني المغربي، رئيس مجموعة الدعم الدولي للسلام، رئيس كذلك مؤسسة بيدرو التاميرانو في المغرب لحماية القصر. إذن نرحب بك دكتور بيدرو إغناسيو معنا، فستتفضل. مشكورا. No me he enterado de nada. Sí, ahora traduzco. doctora Ofe ha dado el placer de estar todos aquí con el Centro Democrático Árabe. La inmigración entre los países del mundo ha sido y es
un fenómeno de mucha proliferación. Hay muchos jóvenes ahora que están pensando y siguen pensando en la inmigración de sus países a otros, sobre todo jóvenes del mundo árabe, en que hay precarias condiciones de trabajo, economía, comercio a otros países de Europa y el mundo de primer mundistas. Ante este fenómeno, los países recibidores de inmigrantes ha tomado una serie de precauciones o de procedimientos, claro, por miedo de problemas o recesiones relacionados con la economía. Ese tema ha tenido razones, desafíos, y es lo que estamos aquí hablando por eso. Este simposio, esta conferencia arroja la luz sobre la inmigración, sobre todo entre Marruecos y España. Y para hablar de este tema tan preocupante en la actualidad, tenemos el placer de tener algunos expertos muy destacados en el mundo árabe y en el mundo hispano. Vamos a empezar con el doctor Pedro Ignacio, que es autor prolífico, tiene muchas obras publicadas a partir de 2012 en teatro, novela, y es también programador informático y es el director de varias asociaciones en España. Y es el miembro de la Asociación de Periodistas Españoles. Y ahora empezamos con su intervención. Vale, iré hablando poco a poco para que sea fácil la traducción, ¿ok? Para mí hablar de inmigración entre España y Marruecos me resulta extraño, porque son dos países que a nivel histórico, pues tenemos nuestra historia unida hace milenios, y hace milenios que es ese flujo de Europa a África ha pasado por España y por Marruecos, sin visados, sin problemas, ni nada. Fuimos tartésicos, fuimos fenicios, fuimos tartésicos, fuimos romanos y toda la vida juntos. Con lo cual, hablar de inmigración entre España y Marruecos es un fenómeno nuevo, adaptado a la realidad de una Unión Europea nueva. Que exige visado a todo el mundo, pero que para nosotros españoles pedir visado a los marroquíes resulta muy extraño, ¿no? Digo, para que traduzcas poco a poco, ¿no? Sí. Vale, el doctor بيقول الهجرة بين إسبانيا والمغرب هي ظاهرة تبدو جديدة، كما يقول أنها يبدو غريبا أن المغاربة الذين يهاجرون إلى إسبانيا يجب أن يحصلون على تأشيرة للدخول. Yo de pequeño, que vivo en Málaga, pues veía llegar al puerto de Málaga los barcos desde Tetuán, perdona, desde Melilla y desde Nador, y cómo los marroquíes iban y venían de España sin ninguna dificultad, ¿eh? Siempre ha habido marroquíes en España, siempre. Yo desde pequeño he estado rodeado en Málaga de marroquíes, ¿no? Estaba integrado, o sea, el marroquí en Málaga nunca fue un extraño. Siempre hemos tenido marroquíes en España, toda la vida. Entonces, me resulta muy duro hablar de inmigración entre España y Marruecos porque es antinatural, ¿no?
يبدو قاسيا أن نتحدث عن الهجرة بين المغرب وإسبانيا، لأنني منذ كنت صغيرا منذ نعمة أظافري في مدينة ملقا، وأنا أشاهد المغاربة في الشوارع يأتون من سبتة ومليلة وغيرها من المدن دون أي صعوبات. Fue con el ingreso de España en la Unión Europea cuando empiezan a complicarse las cosas. Bien. No es, y más cuando se crea el espacio Schengen, que es una frontera común de la Unión Europea que nos impide a los españoles pues tener libertad para pedir visados o imponer visados. No lo ponemos nosotros, lo pone la Unión Europea, lo pone el Tratado de Schengen, ¿no? منذ أن دخلت إسبانيا انضمت إسبانيا إلى الاتحاد الأوروبي، منذ هنا بدأت الصعوبات وبدأت التحديات، لأننا لا نضع شروطا للدخول ولكن يضعها الاتحاد الأوروبي على المهاجرين المغاربة. Yo ese tema haría que hay dos tipos de inmigración Marruecos-España y Marruecos-Europa, ¿no? El marroquí que llega a España se integra perfectamente, no se crean guetos. Yo donde vivo tengo familia marroquí y lo integramos perfectamente en España. O sea, no hay ningún problema con ningún marroquí. En el colegio donde está mi hijo hay muchos marroquíes estudiando. Y se integran perfectamente. No tenemos ningún problema. En España no hay problemas con los marroquíes. En ningún aspecto. Siempre hay un tonto, siempre hay un violento, siempre hay un ladrón. Pero eso es en todas las culturas y eso va en el ser humano. No va en, si eres marroquí o no. Pero el 99,5% del marroquí en España se integra perfectamente. Sus hijos se integran perfectamente y llevan una vida totalmente normalizada en España. المغاربة عندما يصلون إلى إسبانيا فلا تتكون جاليات مغربية مغلقة، ولكنهم يندمجون في المجتمع وأولادهم، ونشاهد ذلك في المدارس، نشاهد الأطفال المغاربة يتعلمون وفي الشوارع، وحتى أنا في العائلة، حتى أنا يسكن يعني يسكن بجوارنا عائلة مغربية ومندمجة تماما في المجتمع دون أي مشاكل. Es solo la extrema derecha, estos señores que están en contra de todo, no solamente están en contra de la inmigración, están en contra absolutamente de todo, ¿no? Los que hacen ese vulgaridad, esa mentira, ese fake news de que la inmigración es mala y que los marroquíes tienen la culpa de todo, ¿no? Pero ya lo conocemos y son tan extrema derecha, como lo estamos teniendo en Alemania, como la tenemos en Italia, lo tenemos en otros países. Pero por suerte en España esa extrema derecha de momento es muy mínima, es muy pequeña, ¿no? La realidad es que el marroquí en España está muy bien valorado, trabaja mucho, se integra muy bien, está muy reforzado. Con lo cual, en España con la inmigración marroquí, con la inmigración en general, no tenemos problemas. No tenemos problemas como en el resto de Europa, que ahora veremos. فقط اليمين المتطرف هو الذي يدعي أن الهجرة تدمر المجتمعات ولها أضرار قاسية على المجتمعات، ولكننا لا نشاهد ذلك، فالمغربي المهاجر يندمج بمنتهى السهولة في المجتمع ويقيم عمله بشكل دائم، ولا نشاهد المشكلات التي يتحدث عنها اليمين المتطرف. نحن الإسبان ليس عندنا أي مشكلات مع المغربي المهاجر. España es un país de inmigrantes. Siempre hemos emigrado. O sea, que la inmigración la llevamos en los genes. Hemos emigrado a Europa, hemos emigrado a Marruecos muchas veces y hoy seguimos emigrando a Europa. Nuestros mejores médicos, enfermeros, abogados, arquitectos, se van a Alemania a trabajar. O sea, se van a Inglaterra, Alemania. O sea, seguimos siendo un país de inmigrantes. ¿Por qué? Porque los países que están en desarrollo, y nosotros todavía somos un país en desarrollo, no somos Alemania ni Inglaterra, somos España, ¿eh? Estamos todavía desarrollándonos. Todavía necesitamos emigrar. En Marruecos se está produciendo el mismo
modelo y es muy positivo. Porque la inmigración marroquí en estos momentos lo que evidencia es una mejora increíble en las situaciones económicas y sociales del país. Porque cuando ya se emigra de Marruecos a España, se emigra por el mismo motivo que se emigra de España a Europa, por mejorar la vida y por encontrar trabajo más adecuado a tu capacidad intelectual, ¿no? No emigramos huyendo de... En España, quitando los tontos del Polisario, aquí no hay refugiados políticos marroquíes, como, ninguno. Entonces, nosotros entendemos muy bien y acogemos muy bien a la inmigración en general, a la marroquí y a la iberoamericana. Con la argelina no tenemos contacto, gracias a Dios. O sea, el argelino se va para el norte de África, no se queda aquí. España هي دولة تأسست وهي دولة من المهاجرين، فنحن الإسبان أيضا نهاجر إلى بقية دول أوروبا. نحن لسنا ألمانيا ولا إنجلترا، نحن إسبانيا دولة في طريقها للتقدم، دولة نامية، ونحتاج إلى الهجرة حتى نتقدم ونحسن من ظروفنا الحياتية والمعيشية. نحن أيضا هاجرنا إلى المغرب، وعندما يهاجر المغربي إلى إسبانيا فإنه يهاجر لتحسين ظروفه المعيشية والاقتصادية. ونحن شاهدنا آثار الهجرة في تحسين الاقتصاد والظروف الاجتماعية والحياتية. لسنا عندنا في إسبانيا لاجئين سياسيين من المغرب، ولكننا مع الجزائر ليس عندنا أي تواصل. هم لا يهاجرون إلى إسبانيا، ولكنهم يهاجرون إلى دول أخرى في شمال إفريقيا. Otro fenómeno nuevo es que, por ejemplo, ya entre el 8 y el 10% de los estudiantes en las universidades españolas son marroquíes. O sea, el 8 o el 10% de los estudiantes de las universidades españolas, ¿eh? O sea, marroquíes que vienen a estudiar sus carreras aquí a España. Cuando un chico marroquí viene a estudiar a España una carrera, significa que esas familias ya tienen capacidad económica como para mandar a sus hijos a estudiar a España. O sea que, y esos hijos que estudian en España, pasa lo mismo que aquí, que se quedan en España y aportan a España su capacidad intelectual y su economía, evidentemente. Hoy España no podríamos aguantar sin la inmigración marroquí, que es importantísima. Son 800.000 marroquíes ya en España que cotizan su seguridad social y que nos ayuden a pagar las pensiones y a desarrollar el país, económicamente. Hace unos años España no llegaba a 20 millones de puestos de trabajo creados y hoy estamos en los 24 millones. O sea, esos 5 millones de nuevos puestos de trabajo, la mayoría son por la inmigración. O sea, gracias a Dios que España existe inmigración y estamos teniendo positiva. Si no, España sería insostenible como país. في الجامعات الإسبانية يدرس حوالي 8 أو 10% من الطلاب في الجامعات من المغاربة، أي أن هذه العائلات والأسر التي ترسل أولادها أبنائها للدراسة في إسبانيا هي عائلات غنية نوعا ما، عندها اقتصاد جيد لإرسال أبنائها للدراسة في إسبانيا بنسبة 8 إلى 10%. نحن لا نستطيع أن نعيش دون الهجرة المغربية إلى إسبانيا، وذلك حيث أننا لدينا حوالي 800 ألف مهاجر إسباني، مهاجر مغربي في إسبانيا، يسجلون أنفسهم في التأمينات الاجتماعية، وبالتالي نحصل على المعاشات، وذلك بالطبع يحسن الاقتصاد. عندنا أيضا 24 مليون وظيفة في إسبانيا، وذلك بعد الهجرة من المغرب، فنحن لا نستطيع أن نعيش دون الهجرة من المغرب، لها آثار جيدة جدا في إسبانيا. Voy a ir terminando para que intervengan otros señores, ¿vale? Muy importante, y termino con esto ya la parte española, es que hoy la inmigración entre España y Marruecos no es un problema, es una oportunidad y una necesidad. O sea, no debemos verlo como un problema, sino como un acierto, como una oportunidad.
una forma de crecer, una forma de autoayudarnos, una forma de crecer juntos. O sea, ya debemos descartar hablar de inmigración entre España y Marruecos como el problema de la inmigración. No, el problema de inmigración, no, la oportunidad de la inmigración. Eso es muy importante resaltar. أختم حديثي حتى يستطيع الآخرون من الحديث، وأقول أن الهجرة إلى إسبانيا لا تعد مشكلة، بل هي فرصة جيدة جدا للنماء والتقدم والحصول على فرص حياتية واقتصادية ومعيشية أفضل. Y lo siento mucho, pero el jugador de fútbol, Lamine Yamal, ha decidido quedarse a jugar con España y ¿qué le vamos a hacer? Tenemos la suerte que lo tenemos en el Barcelona y con la selección española, posiblemente hoy el mejor jugador de fútbol del mundo y que lo veremos jugar en Marruecos en el próximo Mundial tan importante del año 2030 entre España, Portugal y Marruecos, que será desde luego un cambio sustancial a nivel mundial para Marruecos y España, ¿no? ¿No? Pues yo creo que a partir de ese momento nos convertiremos en dos locomotoras económicas que desarrollaremos todo el Mediterráneo. من الأشياء التي تحزنني وهو يقول ذلك بشيء من الدعابة أن اللاعب المغربي جميل جمال قرر أن يبقى في المنتخب الإسباني يلعب لصالح المنتخب الإسباني، وهو سعيد بفرصة تنظيم كأس العالم لعام 2030 بين إسبانيا والمغرب والبرتغال، وهي ستكون فرصة جيدة جدا جدا للنماء والتقدم الاقتصادي. Termino con el tema europeo. El magrebí, el árabe, no se integra de igual manera en el resto de Europa. ¿Y sabes por qué no se integra igual en Europa? Porque españoles y marruecos compartimos una cultura, una forma de ser, una forma de entender la vida, una forma de comunicarnos, una forma de sentarnos a tomar el té, de hablar de las cosas. Esa cultura que nos une, que es la cultura andalusí, es la que hace que nuestras relaciones con los inmigrantes sea positiva. Eso no ocurre en el resto de Europa. Es una cultura completamente distinta. المغربي العربي لا يستطيع أن يندمج بالشكل الذي يندمج به في إسبانيا في باقي دول أوروبا، وذلك لأننا الإسبان نشارك المغاربة والعرب في تلك الثقافة الأندلسية، ثقافة أن نفهم العالم وكيف أن نكون كينونة واحدة، كيف نجلس نتناول الشاي. هذه الثقافة التي نشاركها مع المغاربة تتيح للمغربي الاندماج بشكل جيد جدا في الثقافة الإسبانية والمجتمع الإسباني، وذلك لا يتحقق في باقي الدول الأوروبية. Si hablamos de, por ejemplo, Francia y Bélgica, los magrebíes que llegan allí, sobre todo los argelinos, no se integran. Son apartados en guetos. Guetos, verdaderos guetos. Ahí estamos viendo lo que está pasando en París, por ejemplo, con Saint-Denis, o en Bélgica, el desastre de las poblaciones de Bélgica. Es tal desastre que chicos ahora de tercera generación, o sea, que sus padres llegaron de inmigrante a Francia o a Bélgica, sus hijos son franceses y sus nietos son franceses. Pues los nietos, o sea, la tercera generación, sigue sintiéndose magrebí y no se ha integrado, porque no ha tenido la oportunidad de salir del gueto, de salir de la opresión, de salir de la xenofobia, de salir de ser un marginado dentro de la sociedad. Y eso crea los problemas que está teniendo hoy la inmigración magrebí en Europa. No es culpa de la inmigración magrebí, es culpa de la sociedad europea del norte que no acoge a los magrebíes como parte de su colectividad. Los marginan en guetos y cuando tú creas guetos, apartas a los inmigrantes de la sociedad a la que tienen que pertenecer y se crean los problemas que están sufriendo hoy en Francia y en Bélgica y en Holanda. Esos problemas que se crean en esos países después son vendidos por la extrema derecha
Como que todos los inmigrantes son los culpables de todo lo que pasa en Europa. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. إذا نظرنا إلى الحال في فرنسا وبلجيكا وهولندا، فإننا سنرى أن المغاربة المهاجرين إلى هذه الدول يكونون شيئا يشبه الجاليات المغلقة، المجتمعات العربية المغلقة، وحيث أننا يمكن أن نرى الأحفاد أو الأبناء من الجيل الثالث حيث هاجر أجدادهم وآباؤهم إلى هذه الدول، لكن الأحفاد هم فرنسيون أو هولنديون أو بلجيكيون يتحدثون هذه اللغة بطلاقة، ولكنهم لا يستطيعون أن يندمجون في المجتمع لأنهم يبقون داخل هذه الجاليات المغلقة وليس عندهم هذه الفرصة للاندماج. وهذه هي المادة الخام التي يتاجر بها أو التي يبيعها الطرف اليميني، اليمين المتطرف، حيث يسند كل المشكلات التي تحدث في هذه الدول إلى الهجرة المغربية. ولكن الهجرة المغربية لا ليس لها أي ذنب في هذه المشكلات، هي مشكلة في العقول. Terminó. Entonces, en cuanto a la migración entre España y Marruecos, definiría por fin que no es un problema, es una oportunidad para todos y que debemos de aprovechar esa oportunidad para crecer juntos. No para que nos separen ni buscar problemas, sino para todo lo contrario, para crecer juntos. Y ejemplo de cómo es nuestro trato, y disculpad la modestia, porque la falta de modestia, porque pero tengo que decirlo, yo soy español. Llevo ya varios años defendiendo en Naciones Unidas el reconocimiento de las provincias del sur para la soberanía marroquí. Un español. Defendiendo la causa nacional. ¿Sabéis por qué lo hago? Porque todo lo que ocurre en Marruecos me atañe. Porque es parte de mi tierra, porque es parte de mi cultura. Y cuanto mejor esté en Marruecos, mejor estamos nosotros. Cuanto más rico sea Marruecos, más ricos somos los españoles. Y resolver de una vez por todas la causa nacional con las provincias del sur es definitivo. Y me enorgullece mucho como español defender la causa nacional en la organización internacional. Y ese creo que es la muestra de las relaciones bilaterales de la sociedad civil a la que pertenecemos todos. Muchas gracias. أنهي حديثي وأقول أن الهجرة ليست مشكلة ولكنها فرصة للنماء والتقدم، نتقدم معا المغرب وإسبانيا، وأنا أقول أنني إسباني وأنا في الأمم المتحدة أدافع مرارا وتكرارا عن حق المغرب في ما سلب منها من مستوطنات أو من مدن. عندما تكون المغرب بخير حال نكون نحن أيضا بخير حال، إسبانيا والمغرب معا دوما يدا بيد، ويقدم الشكر للحضور. شكرا شكرا بجد. إذا شكرا جزيلا دكتور بيدرو إغناسيو على هذه المداخلة القيمة، وشكرا على الثناء الجميل على المغرب. فالمغرب هو بلدك الثاني، فأنا متتبعة إلى الأنشطة التي تقوم بها سواء في إسبانيا أو المغرب مع مغاربة، وهذه فرصة أن أقول لك دكتور بيدرو إغناسيو مرحبا بك، بما أنه معنا الدكتور عبد الرحيم العطري وكذلك الدكتور عبد الغني الزياني، فهما يقومون أكيد بمؤتمرات وندوات دولية خاصة بالهجرة ومواضيع أخرى، فهذه فرصة للتعاون أكيد سواء في المغرب أو إقامة مؤتمرات في إسبانيا، فهذه فرصة أكيد ونتشرف بك دائما معنا سواء في المغرب أو في المركز الديمقراطي العربي. Doctora Ofer, te da las gracias por esa intervención tan valiosa que ha venido dándolas, ha venido dándola. Y ella dice que está siempre siguiendo la actividad, tu actividad, las conferencias o las intervenciones que das.
Y como tenemos aquí al doctor Abdelrahim Al-Atri o al doctor Abdel Ghani Al-Ziyani, ellos también están muy metidos en el tema de la inmigración, sus razones, desafíos, y seguramente hagan conferencias entre España y Marruecos, y serás siempre muy bienvenido en el Centro Árabe Democrático. Yo creo. Yo solamente permíteme, porque dentro de 10 minutos tengo otro asunto familiar y me despido de todos vosotros para no interrumpir, pero yo dentro de 10 minutos por ahí desconectaré, ¿de acuerdo? Gracias. هو يقول أنه في خلال 10 دقائق سوف يضطر إلى المغادرة لأن لديه أمر عائلي مهم، فيعتذر أنه سيغادر الحديث. شكرا شكرا مسافر. Gracias. إذا شكرا جزيلا دكتور محمود، والآن ننتقل مع الدكتور عبد الرحيم العتري. الدكتور عبد الرحيم العتري الغني عن التعريف أكيد تكون وتتلمذ على يده سوسيولوجيين، وأنا من بين من تكونت شكرا. على يد الدكتور عبد الرحيم العتري في اللقاءات وفي الندوات، فشكرا جزيلا أستاذي على قبولك هذه الدعوة وتشريفي بالحضور بيننا. إذا الدكتور عبد الرحيم العتري هو كاتب وباحث أكاديمي، أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، متخصص في السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا، أستاذ زائر لدى جامعات مغربية وعربية وأوروبية، خبير استشاري لدى منظمات ومؤسسات وطنية ودولية، مؤطر ومكون دولي في مجالات التربية والتكوين والإعلام والتنمية، عضو اتحاد كتاب المغرب، عضو الجمعية المغربية لعلم الاجتماع، عضو الجمعية الدولية للسوسيولوجيا، منسق اللجنة العلمية لربيع العلوم الاجتماعية، حائز على جائزة المغرب للكتاب سنة العلوم الاجتماعية دورة 2017، صدرت له العديد من المؤلفات الفردية والتي بلغت 20 مؤلف، شارك في العديد من المؤلفات الجماعية مشاركا ومنسقا ومشرفا والتي بلغت 40 مؤلف، من أعماله السوق والتسوق، مساهمة في الأنثروبولوجيا الاقتصادية، النقد المنفتح، أنثروبولوجيا الحج الإسلامي، قرابة الملح، الهندسة الاجتماعية للطعام، بركة الأولياء، بحث المقدس، المسألة القروية بالمغرب، الأرض والمجتمع والسلطة، صناعة النخبة بالمغرب، مفارقات التوريث والاستحقاق، منسق مصر الأنثروبولوجيا والمجتمع والثقافات، وأنا أعتبره من مؤسسين الأنثروبولوجيا بالمغرب وأول ماستر للأنثروبولوجيا في المغرب، يرجع له الفضل في التأسيس لهذه الشعبة في المغرب. شكرا لك جزيلا أستاذي، وأعتذر على عدم ذكر كل شكرا. مساهماتكم القيمة لأنها كثيرة أكيد، فلتتفضل مشكورا. بالنسبة للسيرة الذاتية فأنا سأرسلها إلى الدكتور بيدرو إغناسيو مترجمه. شكرا جزيلا دكتورة وفاء أبو كروش على هذه الدعوة الكريمة، والشكر موصول بطبيعة الحال للمركز الديمقراطي العربي ببرلين على تنظيم هذه الندوة. أنا سعيد جدا بأن أحاول في هذا اللقاء أن أقتصم معكم بعض الأفكار حول الهجرة بين المغرب وإسبانيا، ولكن اسمحوا لي في البدء أن أوجه دعوة خاصة ابتداء من اليوم للدكتور بيدرو إيغناسيو لكي يحضر معنا في ربيع العلوم الاجتماعية، وسنوجه لك دعوة رسمية هذا الربيع Spring of Social Science، الدورة الخامسة هذه السنة، كل سنة في جامعة الأخوين بإفران ننظم لقاء علميا يتداعى له مفكرون من العالم أجمع لكي يناقشوا أسئلة الهجرة، وموضوع هذه الدورة سيكون الديني والهجرة والنوع الاجتماعي. فمرحبا بك، وستوجه لك الدعوة رسميا، لأننا بحاجة إلى مزيد من التلاقح الفكري، في حاجة إلى مزيد من التجسير المعرفي بين كثير من الباحثين من مداخل متعددة. بطبيعة الحال ألح على ما قاله الدكتور بيدرو في ختام كلامه، وهو أن الهجرة، دكتور نعم عبد الرحيم لو سمحت، فقط هذه المقدمة إذا كان ممكن أنك ترجمها دكتور عبد الخالق نجمي إلى الدكتور بيدرو إغناسيو قبل مغادرته، واستسمح على المقاطعة يا دكتور، مرحبا. شكرا.
شكرا للاستاذ عبد الرحيم، شكرا كذلك للاستاذ وفاء. bueno don Pedro pues ya tienes otra invitación para asistir a un congreso, a la quinta edición, que se va a celebrar en la Universidad de Ifrán. No sé si alguna vez has estado ahí. Y va a ser la quinta edición que va a abordar el tema de la inmigración. Y te invita el profesor Adrahim, el Atri, que se va a celebrar en primavera y suelen invitar, digamos, a diferentes expertos de todo el mundo para asistir. De todas formas, ya tienes una invitación oficial para asistir en primavera de este año a la Universidad Al-Ajawain en Ifrán. Te invita al profesor Abdrahim, doctor Abdrahim Latre. Thank you. Thank you very much. هل شكرا ممكن شكرا لسان. Thank you very much. Welcome. هل أكمل دكتورة وفاء؟ نعم تفضل دكتوري، جيد. تسمح مرة أخرى. إذا أنا سأنطلق من الفكرة الأساسية التي قالها الدكتور بيدرو إغناسيو، وهي أن الهجرة فعلا هي فرصة وليست مشكلة. لأنه للأسف الشديد اليوم اليمين المتطرف يطرح الهجرة كإشكال حقيقي وكتهديد بهذا، ولكن عندما نتأمل تاريخ الهجرات في العالم فالأمر يتعلق بفرصة تاريخية للتلاقح الثقافي، للتعاون بين الشعوب، وفي نفس الآن لاكتشاف الأنا واكتشاف الآخر. دائما أردد وأقول بأن ما نعيشه اليوم في هذا الزمن الصعب الذي يعرف تحولات وتحولات كبرى، أن هناك ثلاثي أساسي سوف يغير هذا العالم إن لم يكن قد بدأ في تغيير هذا العالم. أولا، ما يتصل بالتحولات المناخية وما يتصل بالماء، هذا عنصر أساسي سيكون له أثر كبير في إحداث تحولات كبرى في عالم اليوم. العنصر الثاني هو الهجرة والديناميات الهجرية، ونلاحظ في العالم أجمع أن الهجرة أصبحت رقما أساسا في معادلة كل الأنساق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. العامل الثالث هو الدين والتدين وما يرتبط بهما من تحولات قيمية. وعندما نتأمل متن الهجرة أو سجل الهجرة بصيغة المطلق وبصيغة الجمع، سوف نجد أنه يحضر فيه الإيكولوجي، ويحضر فيه الديني والتديني، ويحضر فيه أيضا هذا البعد الهجروي. السؤال اليوم، كيف نقرأ الهجرة بين المغرب وإسبانيا؟ دائما أقول بأن التاريخ يمارس علينا إغراء، ولا بد أن نعود إلى التاريخ لنفهم ما حدث وما يحدث. إذا أردنا أن نقرأ الهجرة بين المغرب وإسبانيا، علينا أن ننتبه إلى العناصر التالية. العنصر الأول وهو البعد الجغرافي، لا ننسى عامل القرب بين المغرب وبين إسبانيا، هذا سيلقي بظلاله على الهجرة وعلى التفكير في الهجرة وعلى قرار الهجرة. طب الحال في لحظات معينة كنا نتحدث عن جوار حذر، عن جوار صعب، ولكن الكثير من الغيوم تبددت، وأصبحنا اليوم ربما نتحدث لغة واحدة، المغرب وإسبانيا والبرتغال، وسننظم وسننجح سويا في تنظيم هذا الاستحقاق القادم وهو كأس العالم 2030. وهو رسالة للجميع، نقول بأن هذه الدول يمكن أن تنطلق وأن تنمي نفسها، ويمكن أن تخطط لنفسها طريقا نحو التنمية. هذا البعد سوف يؤدي بنا إلى بعد آخر وهو البعد التاريخي. لا ينبغي أن ننسى بأن هناك مشترك تاريخي قوي وعميق. التواصل والتلاقح الثقافي بين المغرب وإسبانيا لم ينقطع، بل هناك مشترك أساسي بين المجتمع الإسباني والمجتمع المغربي، هو أن كلانا ينطبق عليهما هذا التوصيف. المغرب أرض الهجرة، والمغربي هو كائن هجروي بامتياز، والإسباني كذلك هو كائن هجروي، وإسبانيا كانت ولا زالت كما المغرب أرض عبور وانطلاق واستقبال في نفس الآن. عرفت تاريخيا مجموعة من الهجرات والهجرات واستقبلت الكثير من المهاجرين، نفس الأمر بالنسبة للمغرب. تاريخيا العلاقة بين المغرب وإسبانيا لم تنتهي، فقط علينا أن نزيل عن التاريخ بعض الشواهد التي فيها كثير من الالتباس أو فيها سوء فهم كبير أو قليل، ولكن علينا أن نعترف بأن التواصل الثقافي والحضاري استمر، وهذا انعكس حتى في ما هو الثقافي، وهو البعد الثقافي أو المشترك الثقافي الذي سأتحدث عنه الآن.
الآن علينا أن ننتبه بأن الكثير من المشتركات تربطنا بإسبانيا على مستوى العادات الغذائية، على مستوى اللباس، على مستوى الانتماء الهوياتي، على مستوى التعبيرات الشعبية. سوف نلاحظ بأنه الأكل نقتسم الكثير من الأشياء، البسطيلة، البايلة، كل هذه مأكولات فيها نوع من التقاسم بين إسبانيا، لدرجة أنه من الصعب أن نعتد ونقول بأن مثلا البايلة هي ملكية مغربية أو ملكية إسبانية. البسطيلة نفس الأمر، هل هي ملكية مغربية أم ملكية إسبانية؟ إنها مشتركنا الثقافي، والكثير من الأشياء التي تجمعنا تظهر أنه هذا المغربي عندما يذهب إلى إسبانيا فإن اندماجه يكون سهلا. والإسباني أيضا علينا أن ننتبه بأن هناك أيضا هجرة مضادة وهجرة عكسية. الكثير من الإسبانيين يعيشون في أقاليم الشمال، يعيشون في الرباط، في الدار البيضاء، وأصبح المتقاعدون وغيرهم يهاجرون إلى المغرب ويستقرون في المغرب. لماذا؟ لأنهم يجدوا نفسه في بلده، في بلده الثاني، في وطنه الأصلي. دائما أنثروبولوجيا الإنسان يبحث عن الشبيه، ولهذا النجاحات أو قصص النجاح الهجروية التي تأتينا من إسبانيا بالنسبة للمغاربة هي أكثر حضورا وأكثر قوة، لدرجة أن عندما تذهب لإسبانيا لا تشعر بأنك في بلد غريب. الكثير عندما تكون في سيفيا مثلا، أو تكون في برشلونة، أو تكون في مدريد، تستشعر أنك في المغرب. ونفس الأمر بالنسبة للإسباني عندما يأتي إلى تطوان، أو يأتي إلى طنجة، أو يأتي إلى الرباط، فسوف يستشعر بأن ذلك الأثر الموريسكي ما زال حاضرا، وأن هناك تواصل وتواجد كبير جدا. اليوم السؤال هو كيف نستثمر هذه الرصيد المشترك، هذا المشترك الثقافي، كيف نطوره؟ نعلم بأنه الهجرة اليوم تعاني من تهديدات، تعاني من استعمالات سياسوية من طرف اليمين المتطرف، من طرف الحركات الإيديودينية في كثير من الأحيان، الحركات الإيديوسياسية بهذا المعنى. ولكن إذا استمر الفاعل العلمي بهذا المعنى، إذا استمر إنتاج مثل هذه الندوات المهمة التي تعري الواقع وتكشف بأن المشترك قوي ومهم، وأننا يمكن أن نبني علاقات ونجسر هذه العلاقات بناء على البحث العلمي وبناء على أشياء إيجابية. إذن هذا البعد الجغرافي، هذا البعد التاريخي، هذا البعد الثقافي سيلقي بظلاله على البعد السياسي. البعد السياسي بطبيعة الحال، السياسة هي فن الممكن. بطبيعة الحال السياسة أحيانا تمر، دائما نقول في السوسيولوجيا بأنه المجتمع لا يوضع في صندوق ثلج، دائما بأن هناك تغييرات، ودائما هناك كميات جري تحت الجسر. وكذلك السياسة هي أشبه ما تكون برمان المتحركة. لكن نحمد الله أنه الآن يعني انجلت الكثير من الغيوم وصفت سماء السياسة، وأصبحنا نتحدث لغة مشتركة. إذن علينا أن نستثمر هذه اللحظة التاريخية في مقاومة المد اليمين المتطرف الذي يستغل بعض الأشياء ربما السلبية المرتبطة بالهجرة، ويجعل منها هو النص الأكثر حضورا في سجل الهجرة. يجب أن نعلم دائما، وأقولها دائما، بأن المهاجر هو كل مهاجر هو قصة نجاح في حد ذاته. لأن عندما نعود إلى سير الحياة المرتبطة بالمهاجرين تجد بأن الشخص أحيانا انطلق من الصفر وحقق اندماجا عاليا علميا، ثقافيا، مهنيا، سياسيا في بلد آخر، وأصبح صانعا للقرار، وأصبح منتجا للقرار في هذا البلد. أنا بالنسبة لي هذه قصة نجاح، successful story بهذا المعنى، وعلينا أن نسوق هذه النماذج. أقول دائما بأن المهاجر اليوم هو كائن عولمي، هو مواطن عالمي بامتياز. تجد أن المهاجر يتحدث أكثر من لغة، في نفس الآن يتواصل مع كل الأديان، مع كل الثقافات، ولديه نظرة إيجابية تجاه الآخر، بل إنه يبني علاقات إيجابية تجاه هذا الآخر. لهذا مرة أخرى، فالهجرة هي فرصة وليست مشكلا بالأساس. ما علينا إلا أن نستمر هذا الأمر ونستمر فيه. إذا لقينا فهم هذه الهجرة، أنا لا أعتبره مشكلا، ولكنها هي فرصة وليست تهديدا بالمرة، بل هي إمكان لبناء علاقات قوية. وستستمر الهجرة بين المغرب وإسبانيا لكل هذه الاعتبارات الثقافية
التاريخية، الثقافية، السياسية، النفسية، الاجتماعية، وسوف تثمر الكثير من النجاحات. لأنه سأعود لمسألة كمثال، وهو عاملات الفراولة بهذا المعنى. يعني إحدى الباحثات المغربيات اشتغلت على عاملات الفراولة، على نساء الفراولة، النساء الموسميات اللواتي يعملن بشكل موسمي في حقول الفراولة والفواكه الحمراء في إسبانيا، ووجدت بأنهن نجحن في تغيير النظرة إليهن كعاملات زراعيات، وفي نفس الآن نجحن في إحداث تغييرات على مستوى البنيات الأصلية اللواتي التي انطلقن منها. إذن هذه الهجرة انطلقت في البداية بشكل بسيط، ولكن اليوم أصبحت تحدث مجموعة من التحولات الإيجابية. بطبيعة الحال كل شيء فيه السلبي وفيه الإيجابي، ولكن بالنسبة لي هذه الفرصة. الآن لو طرحت السؤال بشكل آخر، ما هي ملامح هذه الهجرة يعني المغربية نحو إسبانيا؟ واهم من يعتقد بأن هجرة عمالة مرتبطة بالعمالة، لن أقول بأن كل المهن هي محترمة ومقدسة بالنسبة إلي، ولكن لن أقول بأنها مرتبطة بيد عاملة فقط. لا، اليوم هناك تحول كبير في ديموغرافيا هذه الهجرة. لدينا بطبيعة الحال اليد العاملة التي تعمل في القطاعات الفلاحية والقطاعات الصناعية وكذا، ولكن لدينا هجرة عقول أيضا. لدينا أيضا هجرة مهارات وهجرة كفاءات أخرى في الطب، في الاقتصاد، في السياسة، في كل هذه الأمور. بمعنى أن المبنى الهجروي المغربي نحو إسبانيا اليوم أصبح يتغير. لدينا هجرة طلابية أيضا. إذا علينا أن نعرف بأن مبنى الهجرة يتغير ويتمدد ويتسع. لماذا؟ لكل هذه الاعتبارات، لأن المغربي يجد سهولة ويسرا في الاندماج في هذا المجال الإسباني. أتمنى أن لا أكون قد أطلت عليكم، ولكن مرة أخرى كما قال الدكتور إغناسيو، الهجرة فرصة وليست تهديد بالمرة، ويجب أن نستثمرها، ويجب أن نبني من خلالها مستقبلا آخر وعلاقات إيجابية بين المغرب وبين إسبانيا. شكرا لكم أيها الأحبة. إذن شكرا جزيلا أستاذي الفاضل الدكتور السوسيولوجي والأنثروبولوجي المغربي الدكتور عبد الرحيم العطري، الذي دائما أكيد نستفيد منك من خلال مداخلاتك القيمة وإضافاتك النوعية في مثل هذه المواضيع. شكرا جزيلا أستاذي على هذه المداخلة. فبما أن هذه المداخلة أكيد عندها مهتمين مغاربة وعرب وكذلك إسبان الآن يتابعون هذه الندوة، فمن واجبنا الترجمة. إذن أنا يعني أخذت بعض الأفكار من مداخلة الدكتور عبد الرحيم العطري. سأسأل الدكتور عبد الخالق نجمي، واش دونتي بعض النقط؟ دونتيهم؟ صوت نعم، دونت بعض دونتي الأقلام. نعم، إذا بغيتي نعطيك إسبانيا رؤوس الأقلام اللي عندي ولا ما تكتفي مكتوب. بها. داكو. إذا الدكتور عبد الخالق نجمي سيقوم بترجمة مداخلة الدكتور والسوسيولوجي الأنثروبولوجي المغربي سيدي عبد الرحيم العطري، فلتتفضل مشكورا. بيرفكتو. بونو، En primer lugar, gracias al profesor Abdelrahim El-Attar. Pues en primer lugar, ha indicado de que la inmigración ahora se basa en tres enfoques principales, que son el agua o el clima, luego la inmigración, luego la religión. Ahora se basan en estos tres elementos. Luego, pues ha hablado de que entre Marruecos y España hay una historia común, evidentemente, aparte de la cercanía, pues ha hablado de que, por ejemplo, tenemos muchas cosas en común, por ejemplo, en la comida, ¿no? Ha hablado de la paella, ha hablado de muchas comidas que tienen que ver con Marruecos y España. No se sabe si es su origen es marroquí y si es español. También esto se refleja muchísimo en la cultura, también entre la cultura marroquí y la cultura española, que contienen muchos puntos en común entre, digamos, ambas. También se refleja esto en la vestimenta, incluso en los refranes. Hay muchos refranes
Evidentemente, españoles casi muy cercanos a los refranes marroquíes y ha hablado lo que hemos hecho, dicho de la paella, de la pastilla y de que ha dicho de que muchísimos españoles viajan a Marruecos y se encuentran como si fueran, están en su país, como si fueran, se encuentran muy cómodos, muy a sus anchas en Marruecos. No notan esa diferencia entre Marruecos y España. Y ha hablado también de que hay muchos marroquíes también que han tenido mucho éxito aquí en España. Evidentemente pasa lo mismo también, de que el marroquí aquí en España no encuentra tanta dificultad, sobre todo cuando, por ejemplo, visita Madrid, Barcelona o Sevilla, por ejemplo, se siente muy como si fuera en su casa. Pues ya he hablado de que ahora hay que aprovechar esto, hay que invertir en lo que tenemos en común, los marroquíes y los españoles. Deberíamos aprovechar estos puntos que tenemos en común para mejorar aún más, digamos, nuestras relaciones. Y ha citado de que, por ejemplo, esta conferencia contribuye evidentemente en esto, ¿no? En esa, digamos, en esa relación y fomentar esa relación bilateral entre Marruecos y España. Y también ha hablado de que si esa fen el mumkin, pues ha dicho que la política es el arte de lo posible, por lo cual ahora aprovechamos de que las relaciones entre Marruecos y España están en buenas sintonías ahora y es el momento también para aislar a la extrema derecha, como ha dicho el profesor Abdrahim Latri. Evidentemente, aquí también ha vuelto al tema de que lo que ha dicho antes Pedro Sánchez, Pedro Altamirano, de que la inmigración es una oportunidad, no problema. Como ha dicho antes Pedro, evidentemente debemos fomentar aún más, digamos, esta relación entre Marruecos y España. Ha hablado de que deberíamos cambiar esa imagen también de ese marroquí que ahora en España tiene una buena imagen y ha planteado una pregunta de las características del inmigrante. Ahora, pues ha hablado de que ahora no solamente como el marroquí trabaja solamente en mano de obra, también ahora hay una inmigración no solamente de mano de obra, también de cerebros, ¿no? Hay muchos marroquíes aquí, científicos, otros también que trabajan en, digamos, en la universidad. Por lo cual, pues ha citado de que esa inmigración ha insistido de que debería ser aprovechada para fomentar aún más las relaciones entre Marruecos y España. Y gracias. شكرا جزيلا دكتور عبد الخالق نجمي على الترجمة، لك جزيل الشكر. إذا ننتقل إلى مساء الخير. مساء النور أستاذي الفاضل، مرحبا. مرحبا. شنو انت إذا دواء الله؟ ننتقل، واخا أستاذي، نجرب أستاذي، لا لا لا. إذا ننتقل إلى أستاذي الفاضل سيدي عبد الغني الزياني، أستاذ أكيد غني عن التعريف، هو متخصص في المقاولة وكذلك التنظيمات، متخصص اشتغل في العديد من المواضيع، من بين المواضيع التي اشتغل عليها هو موضوع الهجرة. فلي الشرف أن أقدم اليوم أستاذ وأن يكون متواجد بيننا أستاذي الذي أثرني في سلك الدكتوراه وتعلمت على يده وتتمت على يده الكثير. فلك جزيل الشكر سيدي عبد الغني زياني. فالدكتور عبد الغني زياني هو أستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وهو سوسيولوجي وأنثروبولوجي أكيد. فرئيس هو كذلك رئيس مركز الأبحاث والدراسات الميدانية، عضو مركز الدولي للعلوم الاجتماعية جامعة الأخوين. له العديد من المساهمات وفي المقالات والكتب الجماعية، من بين كتبه سوسيولوجيا المقاولة بالمغرب،
التنمية والدين في المجتمع المدني، نظرات سوسيولوجيا في الحاجة، كذلك كتاب في الحاجة إلى أفق جديدة للسوسيولوجيا، تنظيمات بالمغرب. فحكم أن الوقت لا يسمح لذكر جل أعماله نعتذر منه، ولكن سوف يتم إرسال سيرته الذاتية كاملة إلى دكتور بيدرو إغناسيو وكذلك إلى باقي المتدخلين. فلتتفضل أستاذي الفاضل مشكورا، وسيقوم بترجمة هذه المداخلة الدكتور محمود أنور. تفضل أستاذي. شكرا أستاذة وفاء، شكرا للأستاذ بيدرو إغناسيو، شكرا للأستاذ سي عبد الرحيم العطري، شكرا للأستاذ نجميل الأستاذ محمود على المشاركة في هذه الندوة التي تناقش موضوع الهجرة بين المغرب وإسبانيا. صراحة أنا تعلمت من مداخلة الأستاذ عبد الرحيم العطري وكذلك الأستاذ بيدرو إغناسيو، اللي مشاو في نفس واحد الاتجاه الذي يلخص على أن الهجرة هي فرصة، كما أنها هي تعبير عن المشترك الثقافي والاجتماعي. في هذا ما يجعل من الصعب إيجاد مفهوم شامل وكلي دقيق للهجرة، بحيث لن تبقى دائما الهجرة تأخذ ذاك التمثيل اللي هو تمثل الأزمة، تمثل الاغتراب، تمثل المشاكل، تمثل لا شرعي لا قانوني، تمثل التخلي، طرد، إذا تمثلات سلبية، وإنما بالأساس تبقى على أن الهجرة هي عبارة عن وجه لما هو إيجابي، والذي تعمل كما يعمل الاتجاه المتطرف في إسبانيا على إخفاء هذا الوجه الحقيقي الذي أصبحت هو عبارة عن واقع للمغاربة وحتى الإسبان، يخفي هذا ويصدر على أن الهجرة هي عبارة عن اغتراب، هي عبارة عن مشاكل، هي شيء يهدد استقرار إسبانيا كما يهدد مشكل المغرب. إذن دائما يغطيه بهذا الأمر. هذا الإشكال هو محدد بأغراض وأهداف سياسوية وإيديولوجية تجعل من الهجرة كوسيلة لتبرير بعض المشكلات النفسية والإيديولوجية لبعض الناس أو بعض الأشخاص المعاديين في حقيقة الأمر للعيش في سلام والعيش في أمان وتحقيق مشترك والعمل على توسيع، لأن التاريخ يتكلم عن هذا المشترك، لأن كذلك مجموعة من المحددات تتكلم عن هذا المشترك، وبهذا لا يمكن أن نغطي هذا الإشكال، وإنما الهجرة يجب أن نقدمها على أنها هي عبارة عن حاجة مجتمعية إيجابية وليس حاجة يمكن أن تقوم معيقة للتنمية ومعيقة للسلام ومعيقة للتعايش كما يفعل البعض الآخر. هذا ما يجعلنا أن ننتقل في نظرنا إلى الهجرة على أنها عبارة عن انتقال بشر من مكان إلى آخر، سواء كانوا شكل فردة أو جماعة، لأسباب ليس لأسباب نقول أسباب ضاغطة، وإنما اليوم نلاحظ مثلا اليوم في الصيف الذي ودعناه لاحظنا على أن الكثير من المغاربة اختار الهجرة قضاء العطلة الصيفية في إسبانيا، والعكس كذلك مجموعة من الإسبان لو ذهبنا إلى تطوان أو إلى طنجة أو إلى الحسيمة أو إلى الداخلة أو إلى المدن الجنوب في جنوب المغرب، العيون أو الداخلة أو طرفايا، نجد على أن الإسبان قرروا، مجموعة من الإسبان ومجموعة من الفرنسيين والأمريكان ومختلف الجنسيات قرروا أن يقضوا عطلتهم بهذه الشواطئ المغربية. هذا الأمر دائما يمكن، هذا ما جعل أن نفرق بأن الهجرة كأزمة التي يستعملها دائما، لان اذا اتبعنا الهجره كازمه نجد على انها
تتبعاتها دائما مرتبطة بما هو مؤسساتي، وكذلك بما هو عنصري إذا صح التعبير، لأن هنا الهجرة تصبح عبارة عن مقياس أو محرار لمشاكل داخلية أو لتوجهات سياسية معادية للمغرب أو معادية للعيش بسلام للشعب الإسباني، وإنما نلاحظ على أنها تصعد مرة إلى السطح، وفي فترات تكون نسبتها خفيتة ولم يصبح الحديث عنها. هذا الأمر جعل على أن كما قلت هنا، على أننا دائما تتغير نظرتنا نحو الهجرة، ونصبح نتحدث عن الهجرة كآلية تساهم في تنمية المجتمعات، ولا سيما بين إسبانيا والمغرب. تخيلي معي لو أننا تحدثنا عن الهجرة في الصحف، نجدها في الصحف الإسبانية وفي الصحف الوطنية وفي الأخبار وفي الندوات، لماذا لا نتحدث عن الوجه الإيجابي للهجرة؟ لماذا نتحدث عن على أن معظم الفرق القوية في الاتحاد الأوروبي، الفرق اللي تلعب كرة القدم البطولة الأوروبية، نجد على أن أكثر من النصف هما أفارقة، وهذا دليل على أن هي مكان للاندماج، مكان للتعايش، مكان للاستثمار كذلك. نجد بعض الفرق أصبحت تستثمر في وتعمل على تحويل هذا الذي يقول على أنها مأساة إلى لأنها أداة ومدخل للتنمية. إذن هذا الأمر جعلنا أمام توجهات واختيارات عديدة، هذه الاختيارات محددة بأهداف وطموحات يجب أن تصبح واقعا وأمرا بين جميع الناس أو المتدخلين أو المثقفين، لأن مسألة الهجرة لن تبقى هي مسألة أزمة، وإنما هي مسألة مدخل إلى التنمية. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، صحيح على أن هناك بعض الأسباب التي تجعل البحث عن الهجرة. نعطيك اليوم مثلا، اليوم الدولة المغربية مثلا، السيد الوزير التعليم والعالي أقر على أن الطب يكون مدة 6 سنوات، ولكن هناك احتجاجات وهناك مجموعة من الأمور التي تقول لا بد 7 سنوات، لأن 7 سنوات إلى خارج البلد ونعمل في أريحية ونعمل كذا. إذا هنا خصنا نسألو واحد الإشكال كبير، على أن هناك ليس دائما السبب قصص، لأن حتى ذاك الطبيب اللي هنا في المجتمع المغربي، أن الطبيب عايش نقولوا واحد المرتبة، له مدخول قار وله كل متطلبات الحياة إذا أراد أن يعيش حتى في رفاهية. نفس الإشكال كذلك في بلدان الغرب، ولكن في بلدان الغرب يحمل مشكل الهجرة، مشكل الغربة، مشكل الابتعاد عن الأهل، مشكل. إذن هنا الإشكال ليس هو إشكال أزمة اقتصادية أو سياسية كما يسوق الغرب، وإنما هو إشكال تربوي وثقافي، والإشكال التربوي والثقافي تساهم فيه الأسر، وتساهم كذلك فيه المدرسة كمؤسسة ثانية، وكذلك في المجتمع المغربي تساهم فيه الشارع والإعلام. وبالضبط هنا ألخص على أن هذه الوليدات المغاربة اللي قراوا مثلا وكيحبوا باغيين يهجروا وكذا، على أن راه إشكال في المدرسة. يجب على أن ندرس البعد الثقافي في العدة البيداغوجية الموجهة لأبناء المغاربة، ولا سيما في المدارس الخاصة. وهنا لازم نكون صرحاء على أن يا ريت في يوم ما تتوحد لنا العدة البيداغوجية بين ما هو عام وبين ما هو خاص، لكي يتلقى أبناء المغاربة تعليم واحد وثقافة واحدة، هي ثقافة الاختلاف، ثقافة الاختلاف، ثقافة التعايش، ثقافة التامغربت كما يقول سي عبد الرحيم. إذا هذا الأمر قلت على أن الإشكال ليس هو إشكال اقتصادي ثقافي هش كما يسوق البعض، وإنما يتعلق كذلك ب وما هو كذلك مرتبط بالتنشئة الاجتماعية. كذلك يمكن أن نجد بعض تبني بعض التصورات الذهنية والشعورية وممارسات يمكن أن
تعطينا على ان بلد الاخر اللي هو باسبانيا مثلا، على انها هو بعض هو موطئ او ملجأ لاظهار الابداع واظهار المهاره واظهار القوه واظهار التخطيط والاستثمار. وهذا مثلا اللي كنشوفوا حتى في تركيبه الحكومه الاسبانيه مثلا، او في بعض البلديات او في بعض المؤسسات، نجد مغاربه استطاعوا ان يصلوا الى هذه المستويات قد لا يصلوا اليها في المجتمع المغربي. كذلك اليوم اصبح ما بقيناش كنتحدثوا على صعوبه الاندماج. اليوم تدخل المطعم المغربي كما قال سي عبد الرحيم، نجد اسماء واطعمه اسبانيه كما نجد اطعمه مغربيه. اليوم نمشيو لسيفيا، نمشيو لغرناطه، نمشيو لالميليا، كلهم لقاو نفس كذلك، تقول بان راك في المغرب كل شيء موجود، الثقافه، المساجد. اذا ما بقاش اشكال عاد كنهضروا على الاندماج، وانما بقى لنا الاشكال هو كيف أن يكون هذا العامل اللي هو تنهاجره فيما بيننا، أن يمكننا نستثمره فيه ونزيده أكثر ونعطيه أكثر، باش يكون واحد الحركية الواقع الاجتماعي هي حركية غير قائمة على متغير الطرد والجذب، وإنما قائمة على متغير الاستثمار، قائمة على متغير التنمية. وما تنظيم كأس العالم بين 3 دول اسبانيا والمغرب الا دليل على ان اليوم اصبحت المقاربات التنمويه هي اصبحت مقاربات غير فرديه او تخص دوله معينه، وانما لابد من تلاقح ثقافات، من التعايش، من الاستثمار، لان الاعمال ما هو فردي او ما هو قائم على اساس حدود او كذا قد يعطي تقاعس معين، لان اليوم الواقع فرض هذا التغير او هذا البارادغم الجديد على مستوى حركيه الواقع الاجتماعي للافراد، بانها ليست حركيه مبنيه على اساس طرد، وانما حركيه مبنيه على اساس الاستثمار. كذلك الفكره الثالثه التي اردت ان اتقاسم معكم هو على ان اليوم المهاجر المغربي، ان المهاجر تغير في طبيعته، لأن تاريخيا كان يهاجر من أجل القوت اليومي أو من أجل الاعتراف به على أنه عامل، وهمه الوحيد هو يحصل على تأشيرة أو أوراق أو ما يعرف بالكونترا ويبقى يخدم ويرجع للمغرب. اليوم لا، اليوم لدينا مقاولين يذهبون إلى إسبانيا. اليوم ونحن نعيش هذه الأيامات المعرض العالمي للمقاولة البناء والمقاولات بفرنسا، اليوم المغاربة، كل المغاربة المقاولين موجودون في فرنسا يقدمون تجربات. إذا أصبحنا أمام ماذا؟ انتقلنا من باراديغم الاعتراف إلى باراديغم التفاوض. اليوم المغربي أصبح يتفاوض في أوروبا كما يتفاوض الأوروبي في المغرب، مثلا في الشركات أو في صفقات معينة من أجل إنشاء مثلا القطار فائق السرعة. إذا التفاوض مبني على القوة، التفاوض من وانا التفاوض، والانجح الينا والاحسن والعقلاني هو الذي يمكن ان. اذا اليوم تكسرت ديك الاشكاليه ديال الازمه والهجره، وان احنا غير الاغتراب، كل ما يتعلق بالهجره في سلبيته، وانما اصبحت الهجره في تفاوض. واليوم حتى افريقيا وعاد كل الوعي، حتى الناس اللي في افريقيا كما في اسبانيا كنجد اليمين الاسباني اللي كيحاول دائما يجعل من الهجره ازمه، كذلك اليوم الافارقه وعاء واحد الفكره بان حتى افريقيا يجب ان تثق في قدراتها. هذه القدرات واستثمارها والاعتراف بالاختلاف والتعايش في الاختلاف وجلب خبرات اجنبيه والتكوين والتاطير قد يساهم في تطور البلدان الافريقيه، ولن تبقى افريقيا تعيش على مساعدات موسميه، وانما تبقى متعلقه بمشروع، لان التعلق بالمشروع هو تعلق بالتقدم، وانما التعلق بالاخر اي هو عنوان التخلف وعنوان التباعد. كذلك النقطة الرابعة وهي عبارة عن
مخرجات لما قلت، على أن اليوم يجب أن نعمل، أن نحول الهجرة من أمر، من أزمة، من كارثة، من ضيق اقتصادي واجتماعي وسياسي، إلى مدخل للتنمية وإلى مدخل للاستثمار، وهذا مبني على التفاوض وليس على التبعية، لأن التفاوض عنوانه الاعتراف بالآخر، تفاوض عنوانه أن نتفاوض عقلانيا بعيدين عن سلطة استعمارية أو سلطة كاريزماتية، وإنما سلطة عقلانية، من يدبر جيدا، من يصلح نتبعه، وهذا ما نأمل إن شاء الله. ونشكر الأستاذة وفاء على تدبيرها لهذه المداخلة اللي احتضنها المركز الديمقراطي العربي الألماني، كما نشكر السي عبد الرحيم العطري والسي بيدرو إغناسيو. وهذه دعوة لي كما قال السي عبد الرحيم، على أن يكون هناك حضور في إفران الجامعة، جامعة الأخوين، وهي الجامعة اللي كتشكل واحد المنارة علم ومنارة تفريغ، مجموعة من المهندسين ومجموعة من في مختلف التخصصات. لهذا هذه دعوة إليه لكي نتناقش أكثر، ولكي نبني مشروعا هو أن نحول الهجرة من مأتم إلى مدخل للاستثمار والتنمية. وشكرا لكم. شكرا جزيلا أستاذنا الفاضل سي عبد الغني زياني على هذه المداخلة القيمة كالعادة، فدائما مداخلات سيدي عبد الغني الزياني يكون فيها إضافة أكيد للموضوع، فشكرا لكم جزيلا مرة أخرى أستاذي الفاضل. دكتور محمود أنور، هل تفضل أن أقوم بعرض بعض النقط التي جاءت في مداخلة الدكتور عبد الغني الزياني، أم تكتفي فقط بالأفكار التي تذكرتها في العرض؟ أنا دونت بعض الأفكار، ولكنها أوكي. حقيقة كانت مداخلة مثمرة جدا، يعني أشكر سيادته عليها يعني. شكرا جزيلا دكتور أنور، شكرا تفضل. جزيلا. دكتور عبد الغني الزياني ha empezado su intervención citando al doctor عبد الرحيم العطري diciendo que la inmigración es una oportunidad. Tal como es una expresión de aquel factor social y cultural que comparte con España. La inmigración no siempre tiene que representar la ilegalidad, todo lo oscuro de la sociedad, sino tiene que presentar siempre una imagen positiva. Acerca del inmigrante marroquí. La inmigración no amenaza la estabilidad social, cultural, económica, etcétera, de España, sino favorece y aporta muchísimo de su bagaje a estos factores. La inmigración juega un papel sustancial en aquel cambio que producimos en la ideología, la política. Todo el mundo que piensa en la inmigración como amenaza a la sociedad juegan con esa ideología política, cultural, y siempre se apoyan en la idea de que la inmigración es una cosa, un fenómeno que tiene que estar siempre lejos. La inmigración es una necesidad positiva, social. No podemos vivir en una sociedad sin tener inmigrantes. La inmigración no paraliza la paz, la convivencia, sino favorece la convivencia y la paz que existen entre los españoles y los marroquíes. Ha dicho también que el verano pasado, que acabamos de despedirnos de ese verano, dice que hay muchos marroquíes que han decidido pasar el verano en España, y también hay muchos españoles
que han decidido pasar sus vacaciones veraniles en las playas de Marruecos. Eso, claro, favorece aquella idea de la inmigración como una manera de ver el mundo, de compartir y todo eso. La inmigración no es una crisis, es una manera, es un mecanismo de avanzar con las sociedades. Y aquí, ¿por qué cuando hablamos de la inmigración no hablamos de esa cara positiva que tiene la inmigración? Por ejemplo, los jugadores en los equipos europeos, casi la mitad son de África. Entonces, ellos juegan un papel muy importante en el desarrollo de ese juego. Pasamos al siguiente punto, que es aquel factor educativo, pedagógico, cultural. Hay que enseñar a las familias, a la escuela, la sociedad y los medios de comunicación, cómo educar a los niños marroquíes aquella cultura de la diferencia, de la convivencia, de salir de nuestros entes para ver otra posibilidad o otra cara del mundo. La emigración es una manera de fuerza, habilidades, competencias. Por ejemplo, hemos visto que hay muchos marroquíes en España que llegan a ser universitarios, a ser cerebros muy bien valorados. Quizá no lo sean si estuvieran todavía en Marruecos mismo. También en el Marruecos vemos muchos alimentos, muchas comidas en restaurantes que tienen nombres españoles. Hay que tener en cuenta ese acercamiento cultural, esa interculturalidad, y hay que quitar las fronteras, las delimitaciones entre países. El tercer punto que ha tocado el doctor, hablando del inmigrante marroquí, ¿cómo se ha cambiado en su naturaleza? Anteriormente, en el pasado, el marroquí emigraba de su país para tener su comida de día a día. Hoy, el marroquí emigra para invertir, para dar fuerza económica a España. Ahora, la emigración es una manera de negociación basada en la fuerza. Ya no tenemos esa debilidad del inmigrante como una crisis, sino es una manera de ne negociación. Hay que reconocer, África tiene que reconocer sus fuerzas, sus puntos de fuerzas y no esperar ayudas de los demás. El último punto, el cuarto punto que ha tocado, hay que convertir la emigración de una crisis a una entrada, a una puerta de entrada de desarrollo, inversión, y todo eso tiene que estar basado en la negociación, como ha hablado, lejos de esa imagen de colonización del país fuerte hacia el país débil. Y هنا أنهى المداخلة. إذا شكرا جزيلا دكتور محمود على هذه الترجمة ونعتذر منك. عجبناك معنا دكتور محمود. لا لا خالص، الشرف لي والله. شكرا شكرا جزيلا دكتور شكرا محمود، جزيلا. استمتعت اليوم بسماع الإسبانية، وهذه المسألة صراحة تعودت عليها من خلال المؤتمرات التي تقام في تطوان ما بين المؤتمر الرسمي ما بين إسبانيا وتطوان، فأنا تعودت على سماع الكلمات الإسبانية وتعلمت
القليل من الكلمات سواء من الدكتور حيدر أو من الدكتور عبد الخالق نجمي. Muchas gracias. De nada. إذا ننتقل إلى الدكتور عبد الخالق نجمي. الدكتور عبد الخالق نجمي، أنا سعيدة جدا أننا التقينا مرة أخرى بعد المؤتمر الذي كان في تطوان، المؤتمر صراحة المتميز اللي قائم عليه الدكتور مصطفى العباسي والدكتور خافير. فسعيدة أنني نلقاك مرة أخرى مرحبا. ونستفيد، وأنت كنت المترجم ديال المؤتمر، فأنت غني عن التعريف وأصبحت الآن نجم من نجوم تاع إسبانيا. لنشرف أنك قبلت اليوم أنك تكون حاضر معنا أكيد. فالدكتور عبد الخالق نجمي هو كاتب ومترجم مغربي متميز مقيم بغرناطة الإسبانية، حصل على الإجازة في الدراسات الإسبانية من جامعة عبد الملك السعدي، وكذلك ماستر ترجمة عربية إسبانية فرنسية من مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، بعد ذلك دبلوم ترجمة من مدرسة المترجمين بتليطلا سنة 2022، حصل على شهادة دكتوراه من جامعة مدريد المستقلة، شارك في عدد من المؤتمرات الدولية والوطنية بكل من المغرب وإسبانيا وأمريكا اللاتينية، نشر العديد من المقالات العلمية والصحفية في مختلف المجالات في اللغة العربية والإسبانية، ترجم عدة كتب قيمة تهتم بالعلاقات المغربية الإسبانية والهجرة وأدب الهجرة والترجمة، وآخر السنة الماضية نشر بمدريد كتابه الأول محادثات سرية حول طنجة. فتوعدنا دكتور عبد الخالق نجمي أنك تقدم لنا نسخة من هذا الكتاب، إن شاء الله. وحقق نجاحا باهرا أكيد من خلال حفلات التوقيع بمختلف مدن إسبانيا وكذلك من خلال وسائل الإعلام. فهذه فرصة دكتور عبد الخالق نجمي، بما أنك مترجم هذه فرصة أنه حاضر معنا دكتور عبد الغني زياني، دكتور عبد الرحيم العطري، محمود أنور هو معك في إسبانيا ممكن أنكم تتعاملوا، أما بالنسبة للدكتور عبد الغني زياني أو عبد الرحيم العطري فإذا كانت أكيد أنت كتشارك في مؤتمرات أكيد عندكم كتكون من يعني كديروا مؤتمرات وندوات سواء في إسبانيا أو دول أخرى، وكذلك هنا كاين دكتور عبد الرحيم العطري ودكتور عبد الغني الزياني، فلما لا أنكم تفكروا أن الأعمال اللي كتقام ديروا لها الترجمة للإسبانية وتكون حاضر معاهم هنا في المغرب ويكونوا حاضرين معاك أكيد في إسبانيا، فهذه الندوات هذه كتكون فرصة باش أننا نتعرفوا على بعضياتنا ونعرفكم على بعضياتكم أكيد، وشرف لنا أنك تكون معنا سي عبد الخالق نجيب. شكرا للأستاذة وفاء كروش على الدعوة الكريمة، وكذلك شكرا، الشكر موصول للمركز الديمقراطي العربي ببرلين ألمانيا، كذلك شكرا للأستاذ بيدرو التاميرانو الذي هو صديق عزيز، وكذلك للأستاذ عبد الغني الزياني، الأستاذ عبد الرحيم العطري، كذلك الأستاذ عبد الملك الحضري، لا أعرف هل هو معنا اليوم أم لا، كذلك شكرا لمحمود أنور لدوره في الترجمة، وأحمد بوهكو، وكذلك كريم عايش. صراحة موضوع أشكركم على اختيار هذا الموضوع لأنه هو موضوع الساعة صراحة، سواء في المغرب أو كذلك هنا في إسبانيا، خصوصا خلال هذه الأيام الأخيرة وما عرفته مدينة فنيدق خلال موجة الهجرة الجماعية لبعض القاصرين. فأعتقد بأن موضوع الهجرة هو موضوع مهم دائما يجمع المغاربة والإسبان، وهو موضوع تاريخي كما أشار كل من بيدرو و أستاذ عبد الرحيم وكذلك عبد الغني، بأن سواء المغرب أو إسبانيا فهي دول تعرف الهجرة منذ سنوات أو منذ قرون، هي دول تعرف 3 مراحل، يعني مع مرحلة البداية أو الخروج أو منبع الهجرة، كذلك أصبحت دول معبر، المغرب الآن أصبح دول العبور بالنسبة للمهاجرين الأفارقة، نفس الشيء بالنسبة لإسبانيا، وكذلك الآن في المغرب الكثير من المهاجرين الأفارقة بدأوا يعني يقيمون في المغرب، ونفس الشيء في إسبانيا هنا كذلك. أنا أريد أن أتحدث عن 4 نقاط رئيسية وبطريقة موجزة جدا، أتحدث عن المجتمع الإسباني والهجرة،
عن المهاجرين المغاربة بإسبانيا، عن الطلبة المغاربة هنا بإسبانيا، وكذلك عن موضوع مهم جدا وهو موضوع القاصرين، المهاجرين القاصرين هنا في إسبانيا وعلاقتهم بوسائل الإعلام. فيما يتعلق بالمجتمع الإسباني، أنا لا أريد أن أكرر ما قاله الأستاذ عبد الرحيم، كذلك الأستاذ عبد الغني والأستاذ بيدرو، بأن إسبانيا يعني دولة يعني تعرف الهجرة منذ القدم، يعني اكتشاف أمريكا العدد كبير من الإسبان هاجر إلى أمريكا اللاتينية، بعد ذلك عدد كبير من الإسبان هاجروا إلى المغرب، خصوصا إلى مدينة طنجة. لا أتحدث هنا عن الأندلسيين وما إلى ذلك، وإنما أنا أتحدث عن 1800 وبداية 1900. كثير من الإسبان أقاموا في مدينة طنجة وفي مدينة يعني تطوان وفي بعض المدن المغربية الأخرى، و خصوصا يعني المغرب استقبل المهاجرين الإسبان. الكثير من الدراسات التي تتحدث عن الهجرة بين المغرب وإسبانيا للأسف لا تتحدث عن هجرة الإسبان إلى المغرب، يعني كانت هناك نسبة كبيرة خلال الحرب الأهلية الإسبانية، عدد كبير من المهاجرين الإسبان يعني هاجروا إلى المغرب، ليس فقط إلى يعني المدن المعروفة تاريخيا بأنها كانت تحت الحماية الإسبانية، بل كان عدد كبير من المهاجرين الإسبان يقيمون في فاس وفي الدار البيضاء وفي مدن مغربية أخرى. ولذلك أنا صراحة القليل من الدراسات تتحدث عن هذا الموضوع، موضوع هجرة الإسبان إلى المغرب وكيف استقبلهم المغاربة، أو كيف يعني خصوصا في مدينة تطوان وطنجة والدار البيضاء. الأستاذ بيدرو التاميرانو، كذلك الأستاذ بجامعة مدريد المستقلة كلها مانويل فرنانديز، نشر كتابا قيما حول هجرة الإسبان إلى مدينة الدار البيضاء، يعني وتحدث عن العدد الكبير الذي كان يقيم في مدينة الدار البيضاء، دون الحديث عن تطوان وطنجة والحسيمة وكذلك الجنوب المغربي بمدينة يعني الداخلة والعيون. فهو موضوع مهم جدا، ولذلك أقول بأن المجتمع الإسباني له علاقة وطيدة مع موضوع الهجرة. فيما يتعلق بنظرة الإسبان إلى، خصوصا نتحدث هنا عن المهاجرين المغاربة، فغالبية يعني صراحة وأنا مقيم هنا في غرناطة، غالبية الإسبان ينظرون إلى المغرب نظرة إيجابية، ما عدا هناك بعض استثناءات بطبيعة الحال، وتكون غالبا لأغراض سياسية، ونتحدث هنا عن حزب بوكس مثلا التي تجد مثلا خلال الحملات الانتخابية دائما موضوع الهجرة، وللأسف يربط موضوع الهجرة بموضوع مثلا الجريمة المنظمة أو يعني بمواضيع سلبية، ويعني عكس ذلك يعني ما يقدمه المهاجرين خصوصا Recording in المغاربة progress. فيما يتعلق بإسبانيا، فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي يعني المساهمة في الضمان الاجتماعي، فيما يتعلق كيد عاملة، المغاربة صراحة أصبحوا الآن يعني يشكلون العمود الفقري في الاقتصاد الإسباني. الأستاذ عبد الغني تحدث عن موضوع يعني أو نوع الهجرات المغربية إلى إسبانيا، صحيح بأن في البداية المغاربة الأوائل الذين كانوا يهاجرون إلى إسبانيا أغلبيتهم كانت يعني مستواهم الدراسي والمعرفي وحتى التكوين المهني كان يمكن أن نقول يعني ليس ضعيفا، ولكن أغلبية كانوا يهاجرون للعمل في القطاعات مثلا الفلاحة والبناء. الآن عكس ذلك صراحة، عكس الكثير من المغاربة، وأنا أتجول هنا في غرناطة، هناك الكثير من الاستثمارات، الكثير من المغاربة الآن يشترون عقارات هنا في إسبانيا، يستثمرون في إسبانيا. نتحدث مثلا في الغناء، أشهر مغني الآن في إسبانيا هو مغربي مراد، فيما يتعلق بلاعبي كرة القدم كما أشار الأستاذ عبد الغني وكذلك الأستاذ العطري، فيما يتعلق بكرة القدم نتحدث عن إبراهيم دياز، نتحدث عن مثلا عن لاعب يمين جمال، عن عدة لاعبين مغاربة الآن أصبحوا يعني يشكلون يعني هنا صورة. في الفن كذلك الكثير من الفنانين المغاربة، أحمد بن يوسف مثلا في مدينة إشبيلية أصبح رمز ومدرسة هنا في إسبانيا في مجال الفن، كذلك في عدة مجالات. نتحدث مثلا عن التعليم العالي، لا توجد الآن جامعة هنا في إسبانيا لا يتواجد فيها مغربي كأستاذ جامعي، والكثير منهم صراحة يشاركون في الحياة العلمية هنا في إسبانيا. نعود كذلك إلى الطلبة المغاربة، هنا تاريخ يعني علاقة المغرب مع إسبانيا منذ فترة حماية، الكثير من المغاربة خصوصا من جهة الشمال والجنوب كانوا يدرسون هنا في إسبانيا ولهم سمعة طيبة، والكثير منهم
عاد إلى المغرب، والبعض استقر هنا في إسبانيا. للأسف مؤخرا، وهذه مناشدة فيما يتعلق، للأسف تقلص عدد المغاربة الذين يدرسون إسبانيا، لأن مؤخرا وقع يعني مشكل فيما يتعلق بالبرنامج الإجازة. مثلا الإجازة أصبحت في المغرب 3 سنوات وهنا 4 سنوات. ففي مسألة المعادلة الشواهد، أصبح الكثير من المغاربة لا يأتي إلى إسبانيا بسبب هذه الصعوبات، لأن درس في المغرب 3 سنوات وهنا في إسبانيا لكي تتسجل في الماستر أو كذا يطلبون منك أن تكون قد درست 4 سنوات. فيما يتعلق نفس الأمر بالنسبة للماستر، مثلا في المغرب ندرس 2 سنين، هنا في إسبانيا يدرس سنة. فحبذا هناك هذه كذلك دعوة أن يعاد النظر فيما يتعلق في التعليم الجامعي، أن تكون البرامج تقريبا متناسبة. موضوع آخر صراحة، والذي صراحة ربما يستغله كثيرا اليمين المتطرفون، خصوصا حزب بوكس وكذلك الإعلام الإسباني اليميني، هو موضوع القاسين. وهذا موضوع صراحة مهم جدا، وموضوع يمكن هذه الصورة التي يحاول أن يسوقها بعض الإعلام الإسباني عن المغاربة خاصة تكون من طرف هؤلاء القاصرين. لماذا؟ حينما يأتون إلى إسبانيا يدخلون إلى مراكز الإيواء أو إلى مراكز الاجتماعية، وحينما يبلغون 18 سنة يطردونهم، يخرجون إلى الشارع. غالبا هؤلاء يعني القاصرين ماذا سيقومون؟ ماذا سيفعلون؟ ليس لديهم أوراق حتى للعمل. إذا أردت أن تعمل في أي مكان هنا في إسبانيا، في أي معمل أو في أي إدارة أو كذا، يطلبون منك بدون أوراق. غالبيتهم تكوينهم يعني ضعيف. فللأسف هذا، وهذه كذلك مناشدة إلى الدولة الإسبانية إلى إعادة الاعتبار فيما يتعلق في مسألة القاصرين حينما يخرجون من هذه المراكز، أن يكون هناك تتبع لهؤلاء، لأن غالبيتهم يذهبون إلى الشارع، وبطبيعة الحال ماذا سيفعلون بالشارع؟ للأسف. واليمين يعني يستغل هذه الفرصة، خصوصا بعض وسائل الإعلام، وفي أي حالة سرقة بسيطة تقع في أي بلد في العالم فيستغلونها، ويكون هذا المغربي أو هذا الشاب يعني يخرج في الصفحة الأولى. على كل حال، أعتقد بأن رغم كل ما قلته، تبقى الآن نظرة الإسباني إلى المهاجر المغربي تحولت. يعني الآن كما قلت لك، لم يعد المغربي يذهب للعمل في الحقول، الآن المغاربة يتنافسون مع الإسبان حينما في بعض يعني بعض الوظائف الشاغرة في الجامعات، في بعض الإدارات المهمة هنا، كذلك في بعض المؤسسات أو الشركات العالمية. فأعتقد بأن تنظيم كأس العالم كما أشير قبل هي فرصة كذلك للبلدين كذلك، وأن الهجرة يجب أن أنا أتفق مع كل ما قيل سابقا بأن الهجرة يجب أن تكون فرصة وليس مشكلة. وفي النهاية أشكر الجميع. شكرا جزيلا دكتور عبد الخالق على هذه المداخلة القيمة. أكيد عبد الخالق نجمي، هل تفضل أن يقوم بالترجمة؟ محمود، أم تفضل أن تقدم ملخص لما قلته فقط بالإسبانية؟ Vale, no hay ningún problema. En primer lugar, te agradezco, Wafa, por la invitación. También agradezco al centro que está en Berlín, en Alemania. Agradezco a todos los profesores, a Abdelrahim, también a Abdelghani, a Pedro Martínez, a Mahmoud Anwar, el traductor, evidentemente, a Ahmed Uku y también a Karim. Pues mi ponencia se ha centrado en 4 puntos. El primer punto es la sociedad española y su relación con la inmigración. Pues he abordado sobre, he hablado un poco de la historia de España en su relación con la inmigración, de que también los españoles han inmigrado a América Latina, han inmigrado a Marruecos. Luego también he hablado sobre los marroquíes residentes aquí en España o los inmigrantes marroquíes, y también he hablado un poco sobre los estudiantes marroquíes que hay aquí en España, que están sacando buenas notas, que están ocupando puestos muy importantes. Y lo más importante y el tema de que deberíamos hablar un poco más es sobre el tema de los menores, ¿no? Los menores aquí, cuando salen de los centros de menores, pues se dedican en la calle, se dedican a cosas que no son bien
digamos, y por lo cual crean un problema aquí y dan una mala imagen del marroquí en los medios de comunicación que aprovechan estos actos, ¿no? Aunque son actos insólitos, son actos aislados, para que ocupen, digamos, la portada en los medios de comunicación. También he resaltado de que ahora muchos marroquíes ya no trabajan solamente en los campos y en el sector de la construcción, sino también que son profesores, que son cantantes. Ahora Murad, por ejemplo, es el cantante más famoso. En el fútbol también está, por ejemplo, Jamal, está Brahim Díaz, está también Hakimi, evidentemente es español, nacido aquí en España, pero de origen marroquí. Y también en el mundo artístico está Ahmed Ben Yesef, ¿no? También es un gran artista que ha creado una escuela aquí en España, que muchos artistas siguen sus pasos. Y nada más, muchas gracias a todos. شكرا جزيلا دكتور عبد الخالق نجمي على هذه المداخلة أكيد القيمة. مرة أخرى أشكرك على تواجدك بيننا. أنا أتأسف جدا أنه السيد الحطري غير موجود، عبد الملك الحطري، لظروف خاصة تعذر عليه الحضور. أكيد كما هو معروف يعني وغني عن التعريف أن السيد الحطري عبد الملك هو نشيط في الندوات والمؤتمرات سواء داخل إسبانيا أو في المغرب، وكذلك هو معروف بتنظيمه المؤتمر الذي يقام بين إسبانيا والمغرب. تعذر عليه الحضور، نتمنى أن يكون معنا في فرصة قادمة بحول الله. لا، سوف أفتح مجال للمناقشة في حدود 10 دقائق. إذا كان هناك أي تساؤل من الحضور، إذا السيد هاني هو سفير العراق سابقا وأستاذ الدراسات السياسية بألمانيا، يشكر كل الحضور الكريم على مداخلتهم ويقول لظروفه، ظروف العمل تعذر عليه الاستمرار في مشاهدة الندوة. إذا هناك سؤال يقول: كيف تفسرون الهجرة الجماعية التي كانت ستكون من الفنادق؟ دكتور وي سواء دكتور عبد الرحيم العطري أو الدكتور عبد الغني الزياني، إذا كانت هناك أجوبة لا حول واش هذا الموضوع. الاستاذ عبد الرحيم اللي بدا ما عندناش مشكل. بالنسبة لهذا السؤال هو في الحقيقة سؤال يطرح مجموعة من الأسئلة الأخرى، لأننا الحدث اللي وقع الهجرة في شمال المغرب أي معروفة بالهجرة الجماعية الفنيدق هي شكل جديد من الهجرة، فهي هجرة جد جي جي الأمور الجديدة فيها على أنها ليست هجرة سرية وإنما هي هجرة معلنة ولكن غير شرعية، نعم لأن لم نتحدث دوما عن الهجرة الشرعية الغير الشرعية غير شرعية ولكن هجرة معلنة. كذلك أن الفئة المستهدفة هم أطفال يافعين، هذه الفئة أنها قررت تهاجر جماعيا وليس فرادى. إذن هذا الأمر يسائلنا جميعا في حقيقة الأمر، يسائلنا على أن الهجرة كما قلت في المداخلة على أنها أصبحت محرارا تربويا ومحرارا ثقافيا. لما نقول محرارا تربويا لأن هؤلاء الأفراد الفئة هم كلهم تعرضوا للهدر المدرسي، أنهم كلهم ما استطاعوش يبقوا في المدرسة لمجموعة من الأسباب، كذلك أنهم أعطاونا واحد التيار جديد هو أنهم قادرين يتخلوا على الأسرة ديالهم، قدروا يتخلوا على الأسرة وقرروا يهاجروا.
في الوقت اللي كان طفل، اللي كنا اطفال، كان الاشكال ديالنا كل اشكال هو يقف لنا ذلك، ما نقدروش نتخلاو على الوالدين ديالنا وحنا في ديك السن. اذا اليوم اصبحنا امام هذا الاشكال، كيتطرح في متغيرين او ثلاثه متغيرات. المتغير الاول هو متغير المدرسه، لان يجب ان يكون لدينا، انا دائما اقولها، اننا خص المدرسه يتلعب واحد الدور قوي ديالها، وانها توحد ابناء المغاربه نفس العده البيداغوجيه يدرسوا. لان الا سولنا هذوك الوليدات، ما كانش اللي فيهم كان قرا في التعليم الخاص وما شي حاجه، ولكن كلهم قراو في العمومي. علاش ما نقراهمش عده واحده؟ الحمد لله عندنا اطر وعندنا مفتشين اللي يجلسوا ويقوموا لنا باعداد واحد العده بيداغوجيه واللي راعيوا فيها محاربة هذه الأفكار، ومحاربة ديال تلاشي الانتماء وتلاشي الحنين. الحاجة الثانية اللي كتنتج لنا هي إشكال بأن الأسرة ما بقاتش كدور. لماذا ظهر لنا هذا الإشكال؟ الأطفال في يافعين ما دايزينش 18 سنة، بغاو يتخلاو ويمشيو. إذا هنا إشكال في الأدوار الأسرة. هل لازالت لدينا الأم؟ الأم بمعناها أم الحنين، الأم الطبيبة، الأم الحنونة، الأم بالتمثل. الأم كما كان واخد في ما هو ثقافي وما هو أنثروبولوجي، اليوم لا، لأن بحكم الواقع العمل والواقع الاقتصادي والظروف اللي خلات المرأة المغربية تخرج تخدم، ولكن ما وفرنا لهاش المقابل باش تبقى محافظة على الأمومة ديالها وعلى الدور ديالها. تخيل معي لو مثلا في الجامعة المغربية اليوم، أو في المؤسسة الاستشفائية أو مؤسسات، أننا نوظف بعض النساء اللي كيقوموا بالدور ديال الحضانة. تجي طالبة ولا تجي يجي أستاذ أستاذة، أنها تنزل الابن ديالها وتمشي تقري، من توصل وقت الرضاعة تجي ترضع وترجع للآخر. إذن هذا هو الإشكال اللي خصنا، الإشكال هذا، هذه متغيرات اللي خصنا نجلسوا ونناقشوها بوضوح وبجدية. المتغير الآخر اللي أصبح يسائلنا هو يسائلنا حول الرابط الاجتماعي. من هذا الرابط الاجتماعي فعلاقته بالسؤال الانتماء والسؤال الوطنية. هو هل هذه أشكال جديدة؟ ما الذي جعلها على هذه الشكل؟ هل التحول الرقمي؟ هل الإعلام؟ لأن هذه الفئة صراحة، وكذلك اللي خصنا نركز على ونختم الهضرة ديالي، هو على أن هناك المعاديين للنجاحات اللي حققها المجتمع المغربي، أنهم حاولوا يسخروا هذا الإشكال، وهذا الإشكال موجود في كل الدول، أن حالات شاذة موجودة، حاولوا يسخروه وحاولوا يقولوا احنا يلعبوا به واحد الماتش. وهناك بعض الأشخاص هم من دولة معادية للمغرب، مثل الجزائر، ديك الجزائرية اللي كانت هنا. إذا لهذا على أن المغرب لابد أن يؤدي إلى ضرائب النجاح، وأن هذه الهجرة ما هي إلا هذا الشكل اللي اليوم الشكل الجديد، ما هو إلا ضريبة من ضرائب النجاح التي يحققها المغرب بمؤسساته، بمالكه، بشعبه، بمثقفيه، بكل أطيافه، بكل رقعه في المجتمع في المغربية، من طنجة إلى القويرة العزيزة. وشكرا لكم. أستاذة وفاء، هل يمكن أن أتحدث؟ نعم، تفضل أستاذي الفاضل. شكرا جزيلا، وشكرا للدكتور عبد الغني زياني الذي سهل علي المهمة بهذا التقرير الأولي المهم. أعتقد نحن في علم الاجتماع ما يميزنا دائما هو أننا نشتغل على مواضيع ساخنة ولكن بتقنيات باردة. دائما نؤسس للمسافة بيننا وبين الحدث الذي يكون حدثا حارا فيه الكثير من النقاش، يوظف أحيانا سياسويا ويوظف بطرائق متعددة. ولكن مهمتنا الأساسية في علم الاجتماع هو استنطاق الواقع، هو أن نقول ما لا يقوله الواقع في كثير من الأحيان، أن نبحث في الطبقات تحت الأرضية، في الأندرغراوند بهذا المعنى، أن نبحث عن المسكوت عنه، أن نبحث عن لا مصرح به في كثير من الأحيان.
ذاك اللا مصرح به هو الذي نتغير. علمنا أصفيات، وهذا من الباحثين المتميزين، نظرية الزحف الهادئ، وهو يتحدث عن توصيف جديد أو باراديغم جديد اسمه الحركات الاجتماعية. ماذا يقصد به؟ إذا كانت الحركة الاجتماعية، وهذا موضوع كثير اشتغلت عليه كثيرا، ما يميزه هو التنظيم، هو وجود خصم طبقي، هو مجموعة من العناصر التي يجعل منها قادرة على التنظيم وقادرة على الترافع بصدد قضية معينة. عندما نتحدث عن الحركة النسائية فنحن أمام حركة اجتماعية، عندما نتحدث عن الحركة العمالية فنحن أمام حركة اجتماعية. ولكن اليوم الذي حدث في ظل هذا انفراط السبحة بهذا المعنى، في ظل هذه الانفلاتات التي تقع في المجتمع وفي أي مجتمعات، إن علينا أن نعلم بأن ما قبل كورونا ليس هو ما بعد كورونا. أكيد أننا عشنا مع جائحة كورونا ما يسمى Great Reset بهذا المعنى، أو إعادة الضغط الكبرى، وفي هذا السياق وقعت الكثير من الأشياء، ومن بها تحول في بنية الحراك وبنية الحركات الاجتماعية، لدرجة أننا نتحدث اليوم عن حركات لا اجتماعية، ليس بمعنى أنها ليست اجتماعية، هي من صميم المجتمع، ولكن لا ينطبق عليه التوصيف أو الشروط التي نحتها ألان تورين مثلا في توصيف الحركات الاجتماعية. مثلا أخذ مثال العشوائيات، كيف تتسع، والباعة المتجولين كيف يستغلون الفضاء وينتشرون فيه ويتملكون المجال العمومي في إطار الزحف الهادئ. أعتقد بأن ما حدث لا ينطبق عليه إلا هذا التوصيف، هو حركة من الحركات التي تكون حركة احتجاجية، ولكن علينا أن نستقرئ الفاعلين، لأن الملاحظة الذكية التي طرحها الدكتور عبد الغني هو هوية أو الانحدارات السوسيو ثقافية لهؤلاء الذين شاركوا في هذه العملية. أغلبهم منقطعون عن الدراسة، لم يلتحقوا بسلك الدراسة أو التحقوا وغادروها، بمعنى أن الإشكال لدينا هو هذا الجيل، هذا الجيل المهدور، هذا الجيل القنطرة الذي هو بلا سقف بهذا المعنى، ليس له من سقف اجتماعي، لا هو داخل المدرسة، لا هو داخل المؤسسة، لا هو داخل الأسرة، بمعنى أنه يعيش نوع من الفراغ من حيث الاحتضان المؤسساتي، وشيء طبيعي أنه يريد أن يقول كلمته بالطريقة التي يراها صحيحة. أكيد أن هناك أشياء دخلت من هنا من هناك، ولكن لا ينبغي أن ننسى بأن السياق هو الكفيل بإنتاج المعنى. كل هذا أين تم؟ تم في سياق يحضر فيه الرقمي بدرجة كبيرة، لأن ما الذي جعل من حدث حدثا هو الرقمي، هو التوظيف الرقمي والاستعمال الرقمي. لنفرض أنه مثلا لم يتم استعمال هذه الأمور في وسائل التواصل الاجتماعي، أعتقد أنه سيكون لها أثر في المجتمع. الحركات الهجروية والفعل الهجروي يستمر في كل بقاع العالم، يوميا مثلا في جدار المكسيك حركات مستمرة تتواصل بمختلف الصيغ. لماذا؟ لأن الإنسان هو كائن هجروي بامتياز، يمارس الهجرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كلنا نمارس الهجرة، وهذا هو قدرنا، لأن الإنسان يحب التنقل ويحب التنقل عبر السجلات وعبر القوسات. ولكن ما حدث علينا أن نستقرئ، علينا أن نستنطق، ولكن علينا أن نضع أمامه المسافة، لأن هناك القراءة السياسوية لما حدث، هناك القراءة ربما الإعلامية أو الانطباعية أو شيء من القبيل أو التوظيفية بهذا المعنى، ولكن نحن كمنتمون لمدرسة الفلك ومنتمون للعلوم الاجتماعية يفترض أن نناقش المواضيع الساخنة بمناهج بالغة، أن لا أعتبرها بأن حركة هجروية كما يعني هو منصوص عليه في التعبيرات وتعريفات الهجرة، وليست حركة اجتماعية بما ينص عليه آلان تورين، هي ديناميات، هي تفاعلات تحدث، هي حركيات، أو بتعبير أصف بيان حركات لا اجتماعية من صميم تحولات المجتمع. ديال ايكلمان علمنا درسا قويا، المجتمع لا يوضع في صندوق يتمشى. We can't make or put the society in the freezer بهذا المعنى. لا يمكن أن نضع المجتمع في صندوق ثلج ونعتبر بأن المجتمع المغربي 2019 سيبقى هو كذلك. لا، مياه كثيرة جرت تحت الجسر.
تغير المجتمع وتغيرت الامور، لكن الاشكال الذي نعيشه المغربيين اليوم هو اشكال مؤسسات الوساطه، هو اشكال تدمير الرابط الاجتماعي. لانه اليوم اين الحزب؟ اين النقابه؟ اين الاسره؟ اين الجماعه؟ اين هذه البنيات التنظيميه التي كانت قادره على تدمير النزاعات وعلى تدمير المشترك وعلى تحسين القيم واعاده انتاج القيم؟ مهما حدث يدعون جميعا إلى مساءلة أدوار المدرسة وإلى مساءلة أدوار الأسر، كما قال الأستاذ عبد الغني الزياني. يعني أتساءل كيف لأسر، قبلا أنك مثلا أسرة، يعني أسرة عادية مغربية فقيرة أو غنية، واش الولد ديالها غيبات برا، راه شحال خصك دير وهذا باش تطلب لا راه غنبات برا. أنه أسرة هي التي تقول لابنائها يعني سير، ما كاين مشكل، سير دبر على راسك، سير هنا. هذا مؤشر خطير. هل نعيش احتباسا قيميا كما يسميه صديقي يعني سعيد بن نيس؟ هل نعيش هذه الانهزاميه الهوياتيه؟ ما الذي حدث؟ انا اعتقد بان هذه الاحداث التي تحدث في المجتمع تدعون اليوم جميعا الى المزيد من هذه الندوات، وحي المركز الديمقراطي العربي، للمزيد من هذه الندوات التي تفكر في المساله. لانه لنتفق مثلا ما حدث، ما هو النقاش العلمي الذي يعني انتشر بصدده؟ يعني ما انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، ما انتشر في كثير حتى من وسائل الإعلام، للأسف يبتعد عن الخطاب العلمي، هو خطاب سياسوي، خطاب أحيانا لتصفية الحسابات، كل واحد يريد أن يصفي حساباته مع الجهة التي يعتقد بأنها مسؤولة عن وضعيته أو مرتبته الاجتماعية. هذا اليوم ما حدث وما يحدث يتطلب من مراكز الدراسات والأبحاث، من الجامعة المغربية، من كل الذين ينتمون إلى العلوم الإنسانية، أن ينظموا الكثير من الندوات حتى يعود الصوت العلمي إلى فهم الواقع. لا يمكن أن يبقى الصوت الوحيد اليوم هو الصوت الشعبوي أو الصوت السياسوي، محتاجون إلى أصوات العلماء. ولكن رجل العلم لابد له من فضاءات يتداعى لها ويناقش فيها، لن يتحدث هكذا، ولكن في إطار ندوات علمية، في إطار لقاءات صحفية علمية، في إطار كتابات، في إطار مؤتمرات، هذا هو الذي نطالب به. إذن رجل العلم يراقب، يدرس، يمارس، يتأمل، ولكن في نفس الآن يجب أن تتوفر له الشروط الأساسية لإسماع صوته، لأن اليوم في المغرب وفي العالم أجمع محتاجون إلى أصوات متعددة. وكما قلت خلال جائحة كورونا، العلم هو مفتاح الفرج. إذا أردنا أن نفهم، لن نقول أن الصبر هو مفتاح الفرج، أي نعم هو الصبر مفتاح، ولكن اليوم بعد جائحة كورونا وبعد هذه الأحداث، العلم هو مفتاح الفرج. اليوم مطلوب أنه مؤسسة معينة أن تمول يعني في بحثا علميا لنطلع، لكي نمارس دراسة أو ننجز دراسة حول ما حدث، وما ذلك علينا بعزيز. ولكن علينا أن نعيد الثقة في أجواء التناظر العلمي، وأن نعيد مساحات التناظر العلمي إلى هذا الواقع. لأن لاحظوا معي أيها الأحبة، أن ما يحدث في المواقع الرقمية، ما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي، مساحات العلم ومساحات الخطاب العلمي هي بعيدة جدا. مشكلتنا اليوم كباحثين في العلوم الاجتماعية أن المنافسين معنا كثر، كل واحد أصبح يعتقد نفسه عالما، كل واحد أصبح يعتقد نفسه مفتيا، كل واحد أصبح يعتقد نفسه محللا. ولهذا صوت العلم يجب أن يعود بمثل هذه الندوات، بالكتابات، بالمؤتمرات، بالمزيد. نحن مثلا في مركز ابن خلدون للدراسات الهجره المواطنه، اصررنا على ان كل سنه ننظم يعني ندوه دوليه، وكلكم مدعوون ايها الاحبه، مرحبا بكم، ويسعدنا ان يكون المركز يعني اخوان في غرناطه او في كل مناطق اسبانيا والمركز الديمقراطي العربي ان يكونوا ضيوفنا في هذه النسخه التي ستكون في افران في 27 25 27 يعني افريل القادم للدوره الخامسه. قلنا بأننا يجب أن نرد على ما يحدث بماذا؟ بالكتابة. لحد الآن وصلنا إلى 30 كتابا، وأصبحت لدينا موسوعة، موسوعة الهجرة والعلوم الاجتماعية،
أكيد أن ربما المسألة تبدو ما زالت صعبة وما زالت كذا، ولكن نؤمن بأن البقاء للأثر، لأنه لكي نحارب الخطاب الشعبوي، لكي نحارب الخطاب العدمي، لكي نحارب الخطاب اللاعلمي، يجب أن نواصل العلم. هذا مرة أشكركم وأحييكم على هذه الندوة، ونحن في حاجة للمزيد من الندوات لكي نقول بأن ما حدث ليس بالصورة التي تم تسويقها. الهروب، أنا اتصل بي أقول هكذا مباشرة، يعني تصوروا معي أن قناة تلفزيونية تقول لك سنرسل لك بطاقة تذكيرة لتأتي معنا إلى دولة معينة وتتحدث لنا عن الهروب الكبير. قلت لهم أنا لا أعرف إلا فيلم الهروب الكبير، لأن لا يمكن أن أسمي ما أنه هروب كبير أو شيء من هذا القبيل. هي وقائع سوسيو ثقافية، وقائع سوسيو سياسية تحدث في المجتمع، ولكن ليست بالصورة التي تم تصويرها، لأنه كان الأمر فيه تصفية الحسابات، وكان الأمر فيه مجموعة من إذا رجاء مطلب الأساس هو أن العلم مفتاح الفرج. فشكرا لكم مرة أخرى، لأن هذه الندوة هي بدايات لكي نستعيد أجواء التناظر الفكري وأجواء التناظر العلمي. شكرا لكم أيها الأحبة. شكرا جزيلا لك دكتورنا سيدي عبد الرحيم العطري على هذه الإضافة وتنوير الرأي العام حول هذه النقطة التي أثارت النقاش سواء داخل المغرب أو خارجه، فكنا في حاجة ماسة إلى هذه الأجوبة التي أكيد جاوبت على سؤال، لكن ضمنيا جاوبت على العديد من الأسئلة. فشكرا لك جزيلا، وشكر كذلك لسيدي عبد الزياني عبد الغني على إجابته على هذه الأسئلة. فحاضر معنا ويشرفنا حضوره أكيد عبد الوهاب القصاب، الدكتور من أمريكا وهو دكتور السياسة، فشرفنا بحضوره في هذه الندوة. دكتور عبد الوهاب القصاب معنا. نعم، تفضلي دكتورة. شكرا جزيلا على الدعوة. لا، يشرفنا حضورك دكتور عبد الوهاب القصاب. هل الله حضرت يحفظك. معنا الندوة دكتور عبد الوهاب القصاب أم لك إضافة؟ فشرف أكيد لنا أن تكون حاضر في هذه الندوة. يعني حقيقة استمتعت بما يعني سمعت إليه، موضوع حيوي جدا، ألقى ضوءا على موضوع البحث، وقد كف ووفى المحاضر والمتداخلين، وأنت كمديرة للندوة أيضا يعني أبدعتي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور عبد الوهاب القصاب. هناك سؤال أخير موجه إلى الدكتور عبد الخالق نجمي، لكن بعجالة أرجوك دكتور عبد الخالق نجمي لننهي اللقاء، فكي لا أثقل عليكم أكيد 3 ساعات في الندوة، وكذلك هناك فرق ساعات ما بين إسبانيا والمغرب. ما هي الدروس المستفادة من العلاقات التاريخية السابقة بين البلدين في إدارة الملفات الحساسة دكتور عبد الخالق نجمي؟ شكرا صوت. أستاذة وفاء، أشكر الجميع. بطبيعة الحال أريد أن أعرج على الموضوع الذي تحدث فيه الأستاذ عبد الرحيم، كذلك الأستاذ زياني، حول موضوع يعني حادثة الفنيدق أو واقعة الفنيدق. فأعتقد بأن الكثير من المؤسسات تخلت عن دورها كما أشير إلى ذلك سابقا، الأسرة، المدرسة، المجتمع، الأحزاب، الإعلام، وكذلك العلماء ومؤسسات أخرى. ربما قد تكون هناك يد خفية، ربما قد تكون، لا نعرف، ولكن ربما الأيام قد تقولنا. على كل حال، مثل هذه الندوات صراحة تسلط الضوء على هذه المواضيع. خلال تدخلي أنا أشرت إلى هذا الموضوع، موضوع القاصرين. صراحة هو موضوع يجب معالجته بين البلدين، بين المغرب وإسبانيا. والإعلام في المغرب أعتقد كذلك يسلط الضوء دائما على المهاجرين الناجحين، ولكن هنا الكثير صراحة من القاصرين
المغاربة خصوصا يعانون كثيرا في الكثير من المؤسسات الإسبانية، المؤسسات الاجتماعية، الكثير منهم يعني يحاول العودة إلى المغرب لأنهم في نهاية المطاف قد غرر بهم، يعتبرون بأن فقط المجيء إلى إسبانيا سيزيدون العمل، سيزيدون الأمور بسهولة، والأمر ليس كذلك صراحة. الأمر الآن أصبح أصعب في بعض الأحيان للإسبان، فما بالك بالمهاجرين. على كل حال، فيما يتعلق بالعلاقات المغربية الإسبانية، أو فيما يتعلق نعم، بالعلاقات المغربية العلاقات المغربية الإسبانية، موضوع يعني أعتقد بأن ما حدث مؤخرا فيما يتعلق بدخول بن بطوس إلى مدينة فراغوسا وما ترتب على ذلك فيما يتعلق بالعلاقات المغربية، كان يعني خطأ كبير من طرف يعني الدولة الإسبانية أو بعض الأفراد من الدولة الإسبانية. والآن الموضوع ربما كما يقال ربما ضرورة نافعة، ربما هذا الخطأ عادت العلاقات المغربية الإسبانية إلى مستواها وإلى أفضل عبر التاريخ. يعني عبر التاريخ الآن العلاقات المغربية فيما يتعلق بالميزان التجاري، الإسبانية الآن هي الشريك الأول في متجاوزة فرنسا، وهذا حدث تاريخي. يعني فيما يتعلق بجميع يعني التعاون في مجال محاربة الهجرة، محاربة الشبكات الإجرامية، فيما يتعلق بالتعاون التجاري والاقتصادي، فيما يتعلق كذلك بالبحث العلمي. الآن مؤخرا تجرى ندوات كثيرة في المغرب يشارك فيها إسبان، وكذلك هنا في إسبانيا الكثير من الندوات تنظم بين البلدين. أعتقد بأن العلاقات الآن المغربية الإسبانية علاقات جيدة. هناك بطبيعة الحال هناك نقاط خلافية، هناك نقاط تاريخية عالقة، موضوع سبتة، موضوع مليلية، ربما ترسيم الحدود وعدة مواضيع أخرى، ولكن الآن الهدف الرئيسي هو أن يعني أن نقوي ما يربطنا بين البلدين، وأن ندعم هذا التعاون لأنه يعود على الطرفين، يعني على الجانبين بالإيجابي. سبق وأن قال يعني بيدرو سانتيس خلال هذه، عفوا أقول بيدرو سانتيس، بيدرو ألتاميرانو قال بأن من المهم للإسبان أن يكون المغرب مستقرا ومتقدما، عكس في الماضي فكرة اليمين الإسباني كانت دائما يعتبرون المغرب كعدو. الآن نظرة المجتمع الإسباني، ليس الطبقة المثقفة وإلى ذلك، يقولون بأن مستقبل يعني المغرب وإسبانيا هو مستقبل واحد، ولذلك لا بد أن نتعامل مع المغرب كشريك وليس كعدو. غالبا اليمين المتطرف يستغل النقط الخلافية، سبتة، موضوع الهجرة، كذا، كي يثير يعني هذه المواضيع. وأعتقد الآن هذه المواضيع أصبحت من الماضي، موضوع سبتة والمواضيع التي فيها نقاش متروكة للأيام، والآن التركيز هو على ما هو تجاري، على ما هو اقتصادي، على ما هو علمي. جامعة كومبلوتينسي خلال الأيام القليلة القادمة ستحتضن ندوة مهمة حول العلاقات المغربية الإسبانية. مؤخرا كذلك هنا في غرناطة نظمت برضيبات كذلك، مثل هذه الندوات كذلك تساهم كثيرا. الآن نظرة الإسباني إلى المغربي تغيرت بطبيعة الحال، تغيرت يعني ربما قد أقول 180 درجة، ولذلك هذه النقط الخلافية سيتم تجاوزها بالحوار، وليس هناك أمر آخر، كما تم تجاوز يعني حينما المغرب قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسبانيا بعد زيارة بن بطوس، فكان ذلك من خلال الحوار. أعتقد الآن إسبانيا فهمت الدرس، فهمت بأن مستقبل إسبانيا يرتبط بالمغرب ولا يرتبط ببلد آخر أو بفصيل انفصالي. الأمر واضح هنا في إسبانيا، ولذلك أشكر الجميع وأشكر الصديق الذي طرح السؤال. شكرا جزيلا لك على مداخلتك دكتور عبد الخالق نجمي. الشكر موصول إلى كل المتدخلين. غادي نعطي كلمة أخيرة لكل المتدخلين في حدود 30 ثانية، كل متدخل إذا كان عنده كلمة أخيرة قبل إنهاء هذه الندوة.
شكرا لكم، يعني أنا أشكركم كثيرا، وأعتقد بأن هذه الندوة ربما تدعونا إلى أن نفكر في ندوات مشتركة مستقبلا بالتعاون مع جامعة الأخوين أو كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. لدينا أكثر من قبعة نعتمرها بحكم علاقتنا القوية مع السيد عميد جامعة الأخوين وهو الدكتور عبد الكريم مرزوق، باسمه وباسم جميع الأصدقاء في المعهد الدولي للعلوم الاجتماعية ومركز ابن خلدون لدراسة الهجرة والمواطنة الموطن في جامعة الأخوين، أقول لكم بأننا على استعداد للتعاون معكم في ندوات يمكن أن تكون دورية أو شهرية، ومرحبا بكم في الدورة الخامسة لربيع العلوم الاجتماعية، وأيضا عن طريق ماستر الأنثروبولوجيا الذي هو أول ماستر في المغرب متخصص في الأنثروبولوجيا، ويمنح يعني شهادة الماستر في الأنثروبولوجيا، يمكن أن نفكر في تنظيم ندوات قادمة مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط. نحن محتاجون إلى مزيد من التعاون العلمي، مزيد من تجسير هذه الهوة التي انبنت خطأ بيننا، وأن نعيد اعتبار للفاعل العلمي، وكما قلت قبلا بأنه الحل لمواجهة كل هذا ربما اليذاب أو هذه الخسارات التي نراكمها خطأ واعتسافا في تاريخنا الإنساني، الحل هو أن نعود إلى قارة العلم، وأن نعود إلى تعاون العلماء في العلوم الإنسانية وفي مختلف العلوم، من أجل أن نفكر في الراهن، في الحال وفي المآل. شكرا لكم، وشكرا لك دكتورة وفاء على إدارتك الجميلة لهذه الندوة، وشكرا لكل زميلاتي وزملائي الأصدقاء الذين شاركوا في هذه الندوة والذين استفدت منهم كثيرا، وسجلت مجموعة من المعطيات المهمة ومجموعة من المشاريع التي يمكن أن نتقاسمها مستقبلا. شكرا، وقريبا سأتصل بكم. شكرا جزيلا سيدي عبد الرحيم العطري، أستاذنا الفاضل الذي تتمدنا على يده، وأكيد الشرف كل الشرف لأي مؤسسة كيفما كانت التعامل مع قامة علمية وفكرية من طينتكم أستاذي الفاضل. سيدي عبد الغني الزياني، كلمة أخيرة. وأخيرا كنشكر المركز الديمقراطي العربي الألماني لتنظيم هكذا ندوات ومناظرات، كما أن يمكن أن تشكل هذه الندوة كمحلال أو أرضية لتقعيد مجموعة من الشراكات بين هذا المركز وبين كل المؤسسات. نحن منفتحين على كل المؤسسات التي تخدم العلم من أجل أن ترتقي المجتمعات بالعلم، وأن العلم هو مفتاح الفرج كما قال السي عبد الرحيم. نحن في جامعة سيدي محمد بن عبد الله نرحب بكل الشراكات التي تخدم العلم، كذلك نتمنى أن يأتي إلينا الضيوف في الدورة الخامسة في ربيع العلوم الاجتماعية الذي دعا إليه السي عبد الرحيم العطري المهندس ديالو، اللي هو كواحد الربيع اللي كيكون عبارة عن ملتقى فكري تناظري بين مختلف الباحثين والمفكرين داخل العلوم الاجتماعية، اللي كتكون الهجرة موضوع له، الهجرة في تجلياتها، في أبنيتها، في إشكالاتها، في محدداتها. إذا شكرا لكم جميعا، أنا في الحقيقة استفدت، لا من سيد عبد الرحيم، لا من الأستاذ بيدرو، وكذلك شكرا وفاء، شكرا للسي نجيم، شكرا للأخ مصر، شكرا لكل الحضور الكريم، والسلام عليكم. شكرا جزيلا أستاذي الفاضل سيدي عبد الغني الزياني. فأنا بدوري صراحة كنحاول ما أمكن، بما أنني مديرة إدارة في المركز الديمقراطي العربي، أنني ندير شراكات ولقاءات مع مختلف يعني المؤسسات العلمية أكيد. فمؤخرا السي عبد الخالق نجمي مشكور جدا، والسي الدكتور حيدر هو متواجد معنا مشكور كذلك، يعني عملوا على ربط الاتصال بيني وبين مؤسسات في إسبانيا من أجل عقد الشراكات.
فلما لا مستقبلا يتم أكيد عقد شراكات بينكم وبين المؤسسات الإسبانية وبين المركز الديمقراطي العربي، فهذا شرف أكيد لنا. كلمة أخيرة دكتور عبد الخالق نجمي. شكرا للأستاذة وفاء، كذلك شكرا للمركز الديمقراطي العربي ببرلين. صراحة استفدت كثيرا من هذه الندوة، ونتمنى أن تكون هناك ندوات إشارة وتعقيبا لما قاله الزملاء الأساتذة. مؤخرا قدمت كتابي في جامعة قادش، وفي جامعة قادش هناك في المكتبة هناك جناح خاص بالمضيق، حيث كل الكتب التي تتعلق بالمغرب وإسبانيا موجودة هناك. وأنا الآن أدعو الأستاذ سي عبد الرحيم العطري، كما أدعو كذلك الأستاذ زياني وكل الزملاء، كذلك بيدرو، من له كتب أو مؤلفات جماعية تتعلق بالهجرة، تتعلق بالمغرب وإسبانيا، أن نقدمها لهذه المكتبة. ولما أنا مستعد كذلك أن نربط تواصل مع سواء جامعة غرناطة هنا أو مدريد المستقلة أو جامعة كاديس، لأنهم هناك لديهم يعني جناح خاص بالمضيق، خاص بالعلاقة بين الضفتين. فإذا أمكن أن نتواصل مع الأساتذة إذا كان هناك كتب أو هناك مؤلفات تتعلق بالمغرب أو إسبانيا أو الهجرة أو أي موضوع يتعلق بالمضيق، فنحن مستعدون هنا لكي ننظم ندوات مشتركة بين المغرب وإسبانيا في إطار، كما قال سي زياني، العلم هو مفتاح يعني جميع العلوم وكل شيء. تحياتي للجميع. شكرا جزيلا دكتور عبد الخالق النجمي، شكرا جزيلا. دكتور محمود أنور، نشكرك على يعني مساهمتك القيمة معنا في الترجمة ونعتذر منك كثيرا. نعم، إذا نأخذ كلمة أخيرة منك دكتور محمود أنور. شكرا دكتورة وفاء، وشكرا للمركز الديمقراطي العربي ببرلين، وشكرا لصديقي الدكتور حيدر على إتاحة الفرصة لي أن أنا أشارك في هذه الندوة. شكرا لسيدي عبد الرحيم العطري، سيدي عبد الغني زياني، وسيدي عبد الخالق. تعلمت كثيرا من مداخلاتكم. أنا يمكن الماجستير اللي عملته كان عن الهجرة من الوطن العربي إلى أمريكا اللاتينية، ويمكن هذه الندوة يعني أفاقتني مرة أخرى للبحث والعودة للكتابة. فأنا يعني بشكركم جدا، وعلى أمل التواصل مع الأساتذة، ولو في أي مشاركات قادمة إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. إن شكرا شاء الله. جزيلا لك مرة أخرى دكتور محمود أنور. إذا الشكر موصول للمركز الديمقراطي العربي الذي يتيح أمام الدكاترة من مختلف التخصصات تقديم دورات ندوات ومؤتمرات. الشكر موصول إلى رئيس المركز عمار عيش على إتاحته لهذه الفرصة. الشكر موصول إلى كريم عيش المتواجد معنا في تنظيم وتسيير هذه الندوة، فهو متواجد معنا منذ بداية الندوة. كذلك الشكر موصول إلى الدكتور أحمد بوكو لأنه ساهم في التنسيق لهذه الندوة. كذلك الشكر موصول إلى الدكتور حيدر لأنه ربط الاتصال بيني وبين الدكتور محمود أنور وكان لي الشرف التعامل معه. وفي الأخير الشكر موصول إلى كل المتدخلين، كل باسمه وصفته. إلى اللقاء في ندوة قادمة بحول الله تعالى. شكرا لكم جزيلا.